عارف، بعد ده كله يطلع المايك مش شغال تبقى مشكلة كبيرة قوي. ولا حد مهتم. عارف عندنا على تويتر لما تعمل حاجة يقول لك ما في حدا مهتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا نهار اسود لا تقع. حسبي. السلام عليكم. السلام عليكم. انا المفروض اطلع من هنا لحسن اقع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واهلا وسهلا بكم في حفلة اولى ومناقشة ومناظرة جديدة من مناقشات ومناظرات دور الستاشر السينمائي. منوريني انتوا كتير قوي، وده حاجة تخوف بجد يعني. الكراسي وهي فاضية ما كانش شكلها يخوف، دلوقتي بقى شكلها يخوف قوي. يا رب ان شاء الله تطلع السهرة حلوة وتنبسطوا بيها. حقيقي كلكم منوريني وساعدوني في ان احنا نرحب بضيوفنا السيناريست والناقد الكبير استاذ وائل حمدي. والناقد الكبير ورئيس جمعية النقاد المصريين ورئيس الاتحاد الدولي للنقاد احمد شوقي. احنا تمام الصوت زي الفل. الصوت زي الفل. احنا في التمام الحمد لله. انا المفروض اقعد في النص عشان ابقى قدام المناديل. طيب وانا اعدي منين؟ انا مش عارف اعدي منين. شفت الستيج واسع ازاي؟ طب تعالى الحمد لله بالسلامة. زي الفل. هلو هلو. كله كومفورتبل، كله مستقر، كله كويس. حابين تقولوا اي حاجه للجمهور في هذه المناسبه؟ كتير قوي مش كده؟ فعلا زي ما انت قلت الكراسي كان شكلها هاديه وانت فاضي. يب. عاوزين نبتدي معاكم شويه في الاول باحصاء التجربه بتاعتنا ديت. طبعا دي تجربه مختلفة تماما، مش شبه اي حاجة انا عملتها قبل كده. دور ال 16 اللي احنا بنعمله دايما بنحرص ان احنا نحط فيه شوية قيود بحيث ان الاعداد تطلع معقولة والجدل يطلع قليل. يعني يبقى مثلا الاختلاف دايما في ان احنا التقييم بتاعنا يصلح انه يخش فيه 25 30 فيلم، فاحنا اخترنا 16، فالزعل يبقى على 10، يبقى على كلام زي ده. احنا المرة دي الزعل في 250 300 فيلم مثلا. اه بالظبط. فده طبعا شيء مخيف، وعلشان نحرص ان احنا نخليه في اطار معقول عملنا عدد من الاحتياطات وعدد من الامور والاجراءات. بدات بالاستفتاء اللي احنا عملناه اونلاين علشان الناس ترشح لنا افلامها المفضله. الاستفتاء بتاعنا شارك فيه 3654 مشارك، رقم محترم جدا. فده اول عذر موجود معانا لاي حاجه ممكن تكون موجوده او مش موجوده، ان هو دوت اللي الناس اختاروه. وزي ما الناس اللي كانوا معانا في الاستريم امبارح عارفين الاعذار اللي عندي كلها بعد كده، ان اي حاجه تانية بعد كده ممكن تزعل حد، يا شوقي اللي اختارها يا وائل اللي اختارها. هبتدي الاول بان انا اعلن ال 16 فيلم زي ما تصدروا التصويت. دول مش ال 16 فيلم اللي احنا هنشتغل بيهم، بس دول ال 16 اللي تصدروا التصويت بالترتيب بتاعنا. بدايه من رقم 16 طيور الظلام ب 598 صوت، رقم 15 عماره يعقوبيان ب 679 صوت. شغال ورايا الكلام ده ولا؟ اورايت. رقم 14 الليمبي 725 صوت. بس بيكشف 13 تراب الماس 794 صوت. يليه الحريف 817. الجزيرة 835. الكيف 1020. الكتكات 1065. الفيل الأزرق 1336. صعيدي في الجامعة الأمريكية 1393. آسف على الإزعاج في المركز السادس 1443. وثانية واحدة بقى عشان فتحت صورة غلط. أنا فاكر عسل أسود. بعد كده طب تيجي نعمل اختبار ذاكرة كده. بعد كده كان إيه قول لي؟ بيتهيألي كان عسل أسود الخامس. بس مش فاكر. بعد كده كان لا بعد آسف على الإزعاج في فيلم ثقافي ب 1634 صوت. عسل اسود ب 1659 صوت. وبعدين وصولا لثلاثي المقدمه ساعدني بقى اقول الارهاب والكباب. انا شايفه الارهاب والكباب 1785 صوت. الناظر 1889 صوت. والمقدمه بفارق صوت واحد فقط. بجد اي كانوت ميك ذس اب يا جماعه. ابراهيم الابيض. ألف شكر ليكم جميعا يا جماعة. إبراهيم الأبيض هو اللي كسب. عشان ما نخشش في حاجات جدلية تزعلنا من بعض. هنبدأ دلوقتي بقى
جزء الاشرار. نبتدي بقى الجزء بتاع الاشرار بالظبط. انا مع كامل المحبه للافلام اللي هتخرج. قولوا بقى المقدمات بتاعه اللي انتوا عملتوها بعد اذنكم عقبال ما لا يعني هي الفكره انه يعني كل التقدير وكل الحب لكل الافلام سواء ال 16 اللي انتوا اخترتوهم او اللي خرجوا من القائمه الكبيره اللي بعتناها لكم 150 او كانت زادت كمان على 150. بس اضطرينا نتدخل بس عشان الزمن بيفرق شويه. احنا يعني النهارده في افلام في السينمات الايام دي ممكن بعد 10 سنين نحس ان هي افلام مهمه وكبيره، لكن ممكن بعد 10 سنين افلام اللي موجوده في القايمه دي ننساها. اجيال بتيجي ورا اجيال كده وبتنسى. فاضطرينا انا وشوقي يمكن شويه يعني فاكرين الحاجات القديمه الجامده يعني، فاضطرينا نتدخل بس عشان العنوان بتاع الحلقه اجمد 16 فيلم في تاريخ السينما المصريه لازم يشمل الى حد ما اكبر مساحه ممكنه من تاريخ السينما المصريه. فمع كل الاحترام للافلام اللي هتخرج تمام. بس وعملنا حاجه انه احتفظنا يعني قلنا اكبرنا الاستاذ محمود على حاجه ان احنا نحتفظ بثمان افلام اكيد من القائمه. تمام. علشان يكون التمثيل من راي الناس بالزبط. ففي ثمانيه من الافلام تم الاحتفاظ بيها، وتدخل وائل وتدخل شوقي بحق الفيتو على ثمان افلام يتم استبعاده. مع العلم ان اغلب الثمانيه اللي حطيناهم هم اوريدي كانوا موجودين في اول 20 او اول 25. افلام كانت قريبه جدا في اول 20 في اول 25 فيلم بالزبط. دلوقتي هنقول الاسماء اللي تم استبعادها. احنا اول فيلم ابراهيم الابيض معانا في ال 16، الناظر معانا في ال 16، الارهاب والكباب معانا في ال 16، عسل اسود موش معانا في ال 16. هم اللي وانت ليه يا دعم؟ رقم 5 فيلم ثقافي معانا في ال 16. خلاص ده بقت معانا ورا فكره بيرفورمو. اسف على الازعاج، صعيدي في الجامعه الامريكيه والفيل الازرق مش معانا في ال 16، الكيت كات معانا، كيف معانا، الجزيرة مش معانا في 16، الحريف معانا، تراب الماس مش معانا، الليمبي مش معانا، عمارة يعقوبيان مش معانا، طيور الظلام معانا. فدول كده الثمان افلام اللي استقروا والثمان افلام اللي تم استبعادهم. نصل بعد كده للثمانية اللي دخلوا مكانهم. انا ايوه الحق اقولهم قبل ما هو يقولهم. اول فيلم دخل معانا من الثمانيه الاضافيين هم لعبه الست، بعد كده مراتي مدير عام، الارض، الافوكاتو، زوجه رجل مهم، يوم مر يوم حلو، الهروب، وارض الخوف. فتحسوا ان الموضوع زي ما وائل شرح كده بالظبط، التقييم او الاستفتاء كان ميال قوي للافلام الاحدث، فاحنا حاولنا نخلق شويه توازن بان احنا نرجع شويه يكون في ممثل من الاربعينات، ممثل من الستينات، ممثل من السبعينات. وانا قاعد بكومبايل القايمه ديت في الاخر لاحظت شويه حاجات، ان في سنين ممثله باكتر من فيلم. سنه 2000 لو انا واخد بالي ليها تمثيل بثلاث افلام تقريبا. فالمهم وصلنا في الاخر للقايمه بتاعتنا وبقينا جاهزين. طب مبسوطين ولا لا؟ حلوه الاختيارات بجد والله، حلو التغيير. الحمد لله احنا في الامان. يلا بينا نتحرك لقرعة. يلا بينا. انتوا لعبتوا قرعة قبل كده وعارفين الدنيا بتمشي ازاي وكل حاجة في الموضوع صح؟ وهنرمي الحاجات دي. انت عارف ان انت مش محتاج ده. انا يا جماعة في كابوس مخيم عليا من ساعة لما نزلت البيت لغاية دلوقتي ان دول مش 16. ان في واحدة وقعت، ان في حاجة مش عارف هعمل ايه لو ده اللي حصل. بالراحة. بالراحة. زوجة رجل مهم. الطرف الأول في المباراة الأولى زوجة رجل مهم وسيقابل ابراهيم الابيض. اوه هات واحده واحده عشان نعمل اسرع. شوقي واحده وانا واحده قصاد بعض. يلا طب اسحب انا معاك. ماشي. ما انا معاك وانا عايز العب معاك. عندك مين؟ اوكي. الحريف يقابل الارض. اوه هنقول كتير النهارده. خلي دول بقى كده علشان هات طيب اسحب انت واحده وائل واحده بقى. لا في حاجات ممكن ما نقولش فيها احنا بدانا سخنين قوي بصراحه. ارض الخوف. اوكي.
يقابل الهروب. في تلاعب في الورق. انتوا مسخنين الكور. لا تحس ان الافلام اللي احنا اخترناها محطوطه مع بعض. اسحب لك ورقه. اسحب لك ورقه. لا مش ممكن. يوم مر يوم حلو. اوكي. يقابل الكيت كات. كده يبقى الطرف الاول زوج طاقم مهم ابراهيم الابيض، الارض الحريف، ارض الخوف، الهروب، يوم مر يوم حلو، يوم الكيت كات، في واحد منهم حيلعب على النهائي. كملوا كملوا انتوا متالقين. موجات ناريه. لعبه الست. اوكي. يقابل طيور الظلام. اه نهدي نهدي بنزين شويه. اوكي. الكيف. الارهاب والكباب. اضرب كمان. اضرب يمكن اتوب. اجمل من ورا كاس العالم. الناظر. يقابل فيلم ثقافي. كان نفسي في المواجهه دي. المباراة الأخيرة. أنت بقى. أفتح أنا. يا لهوي. كله عارف المباراة الأخيرة. مدير عام. الأفوكاتو. يقابل مراتي مدير عام. آخر حاجة في المقدمات اللي عاوز أقولها إن جماعة هذه القائمة وهذه اللعبة والكلام ده كله في تصنيف أفضل فيلم مصري في التاريخ كلام فارغ. أنا يعني أنا بسميها باسمها الحقيقي، هي كلام فارغ. ده لا تصنيف يعتد به ولا في أي تصنيف في الدنيا ممكن يعتد به في حاجة على هذا المستوى وعلى هذا الدرجة من التنافسية والأو والحاجات اللي احنا قلناها دي كلها. القيمة الأساسية اللي احنا بنطلع بيها من الموضوع ده كله من التجربة دي كلها هي المناقشات والتحليلات والأمور ديت اللي احنا بنعدي بيها في كل ماتش. وطبعا بما اننا لازم نخلص في حدود ساعتين فما فيش اي وقت لا التحليلات ولا التنظيرات. هندخل في الماتش نصوت على طول. الطريقه علشان تبقوا معانا، المباراه لو خدت 3-0 يبقى اتحسمت خلاص، لو خدت 2-1 دي النقطه اللي حضراتكم بتتدخلوا فيها، بنقول انهي فيلم بيمثل الجانب الاخضر من الورقه اللي مع حضراتكم وانهي فيلم بيمثل الجانب الاحمر، وبتساعدونا في اننا نحسم. لو ما ساعدتوناش يعني لو الحاجه طلعت شكلها متساوي، ال 2-1 هي اللي بتكسب. 3 درجات. قواعد مش عايز اقول لكم، الاتحاد الافريقي ما بيعملش قواعد. المباراه الاولى يا رب. زوجة رجل مهم وابراهيم الابيض. يا خبر ابيض. ابراهيم الابيض اللي طلع الاول باختيار الناس. ابراهيم الابيض طلع الاول باختيار الناس. زوجة رجل مهم ما كانش في 16 من اصله. يفرق معاكم؟ لا ما يفرقش معانا. طب مين هينبري؟ يلا. طيب ممكن يعني احنا هنتكلم فيلم وفيلم ولا هنعمل ايه؟ انت بالنسبه لك التصويت، خلينا اسالك، الصوت بالنسبه لك واضح؟ اه عارف انت عايز تكسب مين. ديفينتلي. طيب قولوا ممكن اتكلم عن قولوا دافع عنه. ممكن اتكلم عن زوجة رجل مهم. اوكي. اتكلمت عنه قريب خالص مع مهدي في كستراكشر كسيناريو، وشفنا قد ايه السيناريو ده مميز على مستوى انه كيس ستادي اللي هو نموذج الافلام الكاركتر دريفن. بنشوف الشخصية ازاي بتتفجر، ازاي بتكشر عن انيابها، كل الكلام اللي قلناه في حلقة احسن سيناريو. لكن بعيدا عن السيناريو بقى، في فكرة ان انا اعمل فيلم عن قصة بني ادمين وحياة بني ادم وعلاقته بزوجته، داخل في مرحلة من مراحل بلد، في مرحلة سياسية حرجة، مرحلة سياسية مميزة، وداخل في ربط المرحلة السياسية دي والقصة الإنسانية دي بمرحلة فنية مهمة في تاريخ البلد دي وفي تاريخ ثقافتنا. ما شفتش أعتقد في أي فيلم من أفلامنا الحب ده، الحب الحقيقي لفنان زي ما شفت عبد الحليم في الفيلم ده. اوكي.
ازاي اغاني عبد الحليم هي اللي بتقود الشخصية الرئيسية او الشخصية اللي هي الشخصية المحورية في الفيلم اللي هي شخصية الزوجة بتقودها من مرحلة لمرحلة، وازاي برضو مسار عبد الحليم هو اللي بيرسم لنا مسار الشكل السياسي والتاريخ الازمات اللي البلد مرت بيها في المرحلة دي في الستينات والسبعينات. بعيدا بقى عن كل ده، موسيقى تصويرية اعتقد انها فريدة جدا من نوعها مع موسيقار ما اظنش انه اشتغل افلام تاني، وصحح لي يا شوقي، جورج كازازيان. لا اشتغل مع خالد كتير، اشتغل في حاجات عندنا في مصر، فتاة المصنع مثلا جورج عامل صح، فتاة المصنع مع محمد خان برضو. بس هو يعني دايما محمد خان في حاجة غريبة في اختياراته الموسيقية. يعني انا فاكر اول فيلم دي ضربة شمس كان جاب كمال بكير يعمل بس طبلة، بس الساوند تراك كله بتاع الفيلم من اوله لاخره كان مختلف جدا وغريب جدا. في الحريف اللي هنجيله بعد كده اخد تيمة اغنية اوريدي كانت موجودة بتاعت فرقة المصريين، اغنية شوارع حواديت، وحولها لان هي تبقى هي دي الجزء اللي له علاقة بالموسيقى التصويرية بتاع الفيلم. فعنده تجارب في الموسيقى التصويرية اعتقد من انضجها واحلاها اللي حصل من جورج كازازيان في زوجة رجل مهم. ناهيك عن الاداء، احسن حاجة ممكن نشوف فيها ميرفت امين اعتقد كممثلة. ايه رأيك في ميرفت امين كممثلة بشكل عام؟ ميرفت امين بشكل عام متوسطة، ملهاش ادوار لافتة، كانت وهي صغيرة جميلة ملفتة للنظر، كاريزما رهيبة، لكن مفيش اداء تمثيلي حقيقي ممكن اقف عنده الا في اوقات قليلة جدا، اكيد منها زوجة رجل مهم. انا تصويتي بالتاكيد رايح لزوجة رجل مهم. طيب انا خليني بس انبهر بان هم عاملين اللوجوز الاسماء واخدينها من على البوسترز، ده الفونت بتاع كل فيلم. يعني اختيار ذكي جدا. تعرف كويس ان الموضوع دوت يروح يوتيوب، مش هعمل الكلام ده، انت بترفع عليا البار يعني فحبيبي والله. فخليني اقول حاجه عن ابراهيم الابيض. ابراهيم الابيض بالمناسبه كان احد الاسباب اللي في من خلالها بدات علاقتي بوائل. احنا الاثنين كنا بنشتغل في مجله كانت جميله جدا وقت صدورها، يعني في بدايه الالفيه، اللي هي جود نيوز سينما، واللي كانت تابعه لشركه جود نيوز اللي انتجت ابراهيم الابيض، وكنا ضمن فريق كامل بينتظر هذا الفيلم الضخم جدا اللي هيغير السينما المصريه، حجم انتاج كبير، وكان سبقه عماره يعقوبيان من انتاج نفس الشركه. والفيلم وقت ما اتعرض تعمل له عرض ضخم جدا في دار الاوبرا المصريه وقوبل بهجوم شديد. الرد الفعل الاول ناحيه ابراهيم الابيض كان الناس منتظره حاجات كتير قوي واحبطوا منه، ومع الوقت بدات الناس تكتشف ان الفيلم ده اندر ريتد جدا. احبطوا ولا اتصدموا؟ يعني كان عندهم توقعات اتخضوا يعني حسوا ان الفيلم ايه ده، يعني ايه ده فيلم، ايه البلطجي والضرب والخناقات والدم وكذا، وما فهموش الفكره الاعمق من الفيلم ان هو بالاساس لاف ستوري. يعني انت لما بتحاول تجرد الامور الابسط دي معلومه متغششه في بدايه الفيلم اساسا، يعني بس يعني مين بقى بيقدر يلاحظ او يربط ده في سياق انه جاي يتفرج على فيلم فيه كل النجوم دول بهذا الحجم من الانتاج وبهذا الحدث المرتقب. وفضل سنين كتير عندي اعتقاد ان ابراهيم الابيض فيلم يستحق اكتر بكتير من اللي خده وقت عرضه. الفيلم ما عملش ايرادات قياسيه، ما حدش كان وقتها بيتعامل معاه باعتباره انجاز عمله مروان حامد، ولكن كانوا اكتر بيتعاملوا معاه باعتباره فلوب. يعني احنا كنا متوقعين فيلم يبقى اكتر من كده، ومع الوقت بدا الفيلم يبقى عنده مومنتم خاص بيه. ده بيقول لنا حاجه عن فكره النجاح اللحظي، الناس اللي بتطلع تتفاخر بان فيلمي جاب اعلى ايرادات في العالم، انا فيلمي مش عارف كذا، وبعد سنتين ما حدش بيفتكره. يعني احنا عندنا نماذج ان في الفيلم السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها افلام عملت ارقام قياسيه، وبعدين دلوقتي عندها افلام اوسكار كانت قلب الدنيا في سنه نسيها نزلاء ونسيناها. بالظبط بالظبط. ف بقى الرقم اللي ظهر دلوقتي بيقول لي انه احيانا الموضوع بيتعكس. يعني انا اعتقادي انه طبعا 3000 واحد هو رقم قيم، يعني رقم ينفع يعتد بيه بانك تفهم عينه محترمه. طبعا دلوقتي انا بقول ان ابراهيم الابيض اوفر ريتد، يعني ابراهيم الابيض فيلم جيد ان هو يحصل بس على، بس هل هو افضل فيلم في تاريخ السينما المصريه بالتصويت الشباب؟ بالتاكيد لا. بالتاكيد انا مسطرتي انا بقى بقيم وبقارن بونا الشخصيات وبونا العالم، وبالرغم ان انا قلت قبل كده معاك ان فيلم زوجة رجل مهم هو مش فيلمي المفضل لمحمد خان لسبب بسيط جدا، انا متفق مع وائل في كل اللي هو قاله،
ولكن زوجة رجل مهم هو فيلم مكتوب بقدر كبير من التعاطف مع البطلة بس عدم التعاطف مع البطل. يعني الفيلم هو خان في الغالب نادرا ما بيصدر احكام على شخصياته، بس الفيلم ده فيه حكم واضح بيصدر على هشام انه مهووس بالسلطه وانه مصيره ده مصير محتوم. فلذلك انا الفيلم لما برتب افلام محمد خان اقربهم لقلبي، وهنيجي دلوقتي ليه، زوجة رجل مهم مش من التوب 5 بالنسبه لمحمد خان، لكن لما بقارنه بريم الابيض لا انا زي وقت انا هصوت لزوجة رجل مهم، ومع احترامي لاراء الناس. عايز بس اضيف حاجه على ابراهيم الابيض، بالنسبه لي نموذج، لانه لما بيبقى فيه امكانيات ماديه بجد ووفره انتاجيه ممكن يكون عندنا مواهب قادره على اداره هذه الامكانيات وهذه الوفره بشكل فني عالي جدا. مروان حامد عمل ده ببراعه في ابراهيم الابيض. اذا كان في مشكله حقيقيه في ابراهيم الابيض ممكن يبقى ليها علاقه بالانجيجمنت، ان احنا يعني اعتقد اغلب اللي شافوا الفيلم مره او مرتين دايما اللي هيشدهم عشري مش البطل، لان عشري هو اللي عنده الصراع، عشري هو اللي عنده السؤال الوجودي الصعب، صاحبي ولا البنت اللي انا نفسي فيها، اخون ولا ما اخونش والكلام ده، لكن البطل ما تحطش في الحته دي خالص. فده اللي بيخلي الفيلم بارد شويه بالنسبه لنا. لكن على مستوى الفيجوال وعلى مستوى انه كل كادر محسوب وكل حاجه حلوه وكل حاجه جديده وفريش وطازه، اكيد مروان حامد عرف يستغل كل الامكانيات المتاحه ليه ان هو يطلع حاجه فعلا تستحق الاحترام. اوكي، انا بكتسب احترام لابراهيم الابيض كل يوم اكتر من اللي قبله، ده حقيقي. يعني في كل مشاهده بركز في حاجه معينه او في عنصر معين، زي ما الناس كانت دايما بتقول انت اول مشاهده بتحاول تطلع القصه من الموضوع، وبعد كده بتكتشف اكتر في تقديري الشخصي الافلام الكويسه قوي، يعني بتقعد لغايه خامس او سادس مشاهده بتكتشف فيها حاجه جديده، بعد كده خلاص يعني بتحس ان انت عمليه استمتاع مش اكتر. ابراهيم الابيض لغايه دلوقتي عمال اكتشف فيه حاجات، يعني في شوت اكتشفته في اخر مشاهده واحنا بنحضر الحلقه ديت. شفته كام فيلم؟ شفت 16 ولا شويه؟ شفت 12 منهم تقريبا. واو. اربعه أنا زيك تقريبا، يعني أربعة أو خمسة رجعت بصيت عليهم، للأمانة منهم إبراهيم الأبيض. انبسطت قوي بالمشهد بتاع عمرو واكد وأحمد السقا وهما بيتكلموا مع بعض، لما كان بيقولوا هي دي مين، فقالوا دي حورية عاش. المشهد دوت لونج تيك يا جماعة، كنت بالمناسبة أنا شفت من الأربعة شفتهم إبراهيم الأبيض، والمشهد ده اللي هو التراكنج شوت اللي ماشيين طول الطريق لغاية الأتوبيس تراكنج، يعني وان شوت وان تيك معقدة، فيها كيوز كتير، فيها بيقشروا برتقانة وبعدين بينطوا في أتوبيس بيتحرك في الآخر، حاجات ما بتشوفهاش كتير، وبتقدر المجهود اللي اتعمل فيها، خصوصا إن هي كلقطة أعتقد تتفقوا معايا مش متبروزة بزيادة، يعني ما تبعش الفيلم على أساسها مثلا. أنا بكتسب احترام زائد لإبراهيم الأبيض يوم عن يوم، بس هصوت معكم زوجة رجل مهم كده. هي بس أضيف حاجة، إن إبراهيم الأبيض فعلا إحنا كنا في حاجة لاننا نشوف نسخه الدايركتورز كات، يعني في النسخه الموجوده دلوقتي اللي هي ساعتين وخمس دقايق دي تقل عن 60% من الماتيريال او من النسخه اللي كان المفروض تبقى اكتر من 3 ساعات، وللاسف ما احتفظوش بالماتيريال. واعتقد ده الجزء اللي له علاقه بان احنا انجيج، يعني احنا نرتبط بالشخصيات، ده اللي اتشال غالبا. بالظبط زي الفل. احنا في النقطه الراجل فكرني بيها ومعلش قلت تخش في المناقشه على طول، بس كان لازم نعملها. التصويت للفيلم المتوقع فوزه، لو حضراتكم حابين تعملوا كده بينكم وبين نفسكم وتبقى لعبه ليكم، يعني معاك قلم، معايا كل الادوات. طب ممكن نحط اكتر من واحد؟ لا طبعا. لو مره تلعب اللعبه؟ لا بس يعني بيني وبين نفسي. ممكن الصورة 16 يا جماعة؟ ممكن نعمل جن لل 16 عشان نشوفهم كلهم. أسأل؟ يا ريت. أنت كتبت خلاص؟ ده توقع من شكل البولة يعني. أتوقع. خليه معاك. خليه معايا ماشي. حد متوقع أنا كتبت إيه؟ كام؟ قولوا إيه؟ قولوا كده. شوت اب. انت مفضوح يعني. كلكم غلط. طيب المباراه التاليه، الارض والحريف. تفضل. عندك انت اكيد عندك تصويت واضح وكلنا عارفينه، احنا كلنا عارفينه.
وفي ناس عارفينه يعني. لذلك عاوزين نسمع منك عن فيلم الارض شويه. بالظبط بالظبط بالظبط. يعني انا ابني اسمه فارس على اسم بطل الحريف يعني. الاختيار واضح. كنت بتخانق مع شوقي يا جماعه في الجروب، الجروب دوت في يوم من الايام ممكن ننزله في كتاب او في حاجه من الكميات المناقشات اللي فيه. فهو كانت في مفاضله اخيره لغايه اخر لحظه ما بين الحريف والمشبوه، فهو بيقول لي انا ابني اسمه فارس، قلت له انا شريك اسمه ماهر يعني. بس انت عرفته اسمه ماهر، لكن انا اللي اخترت الاسم. اللي فالارض وانا برضو كنت حريص جدا على وجود، يعني الارض اختياري في انه يبقى موجود في القائمه دي كفيتو ولا وايلد كارد ولا اي حاجه. اولا ان احنا موجودين في سينما كريم، السينما دي تدين بالفضل في تاريخها ليوسف شاهين، هو اللي اول واحد عمل فكره وجود سينما مستقله بتعرض افلام مختلفه، بتعرض افلام اوروبيه. المكان اللي احنا فيه ده مش بس زاويه، المكان ده كان تاريخيا هو المكان اللي بتشوف فيه افلام غير اللي بتشوفها في كل حته في العالم. فده شيء يحترم. يوسف شاهين هو الايقونه الاكبر في تاريخ السينما المصريه، يعني ما فيش جدال تختلف او تتفق معاه. انت لما تجيب المراجع بتاعه 1000 فيلم يو ماست واتش بيفور يو داي هتلاقي باب الحديد. لما تسال اي واحد فرنساوي ولا امريكاني يسمع عن السينما المصريه، تعرف مين في السينما المصريه، هيقول يوسف شاهين. فيعني القدره دي على خلق حاله من الايقونيه. تاني انا برضو احنا الارض اخترناه لانه كان الاعلى اختيارات من الناس. بس انا فيلمي المفضل يوسف شاهين هو الاسكندريه ليه، ودفعت عنه بقوه انه يكون موجود في القائمه. لكن الارض كمان فيلم مذهل لانه واقف في النص ما بين سينما يوسف شاهين والسينما المصريه الكلاسيكيه. هو فيه كل ما عند شاهين من اولا من عالم صاخب جدا. يوسف شاهين دايما افلامه ما فيهاش بطل واحد او بطلين، افلامه عالم يعني، نسيج ضخم جدا مليان عدد لا نهائي من الشخصيات، لدرجه ان بعض الناس بتحتار تركب العلاقات مع بعض، مين ابو مين ومين اخو مين ومين بيحب مين ومين بيكره مين. انا بفيلم الارض بطله اللي احنا كلنا عارفينه هو محمود المليجي، محمود المليجي ثالث اسم في التتر. بالظبط بالظبط. وبالعكس ده في كونتكست ضخم جدا من الشخصيات والكوريوغرافي الفظيعه، الميزان سين، ازاي الكاميرا بتتحرك، ازاي الممثلين بيتحركوا، القدره على خلق مشاهد. ده امبارح اتكلمت في اللايف على الفرق ما بين الاداء المسرحي والاداء التلفزيوني. ويوسف شاهين الاداء السينمائي، يوسف شاهين درس اخراج مسرحي ودايما مشاهده متاثره بالمسرح، بس مسرح سينمائي. ازاي بتعمل خطه حركه ميزان سين جوه المشهد، الممثلين بيتحركوا وبيتكلموا والكاميرا بتتحرك وبترصدهم، والبيس دي اللي انت بتشوفها الشوت ده سينمائي جدا، رغم ان انت ممكن لو كتبته تلاقي مشهد مسرحي حواري. والناس بتفتكر خطبه محمد ابو سويلم، ناس بتفتكر خطبه محمود المليجي في اسكندريه ليه بتاعه عايز نكسبها، ودي مشاهد يعني جمل حوار، حوار صفحه حوار. بس انت بتفتكرها كمشهد سينمائي ايقوني. انا انتربتت برضو يا جماعه بالزبط. خطوبه كنا رجاله وبقينا وقفنا وقفه رجاله دي وان تيك بالظبط. في الناحيه الثانيه انه الفيلم ما فيهوش التشظي او التفكيك اللي بيخلي بعض الناس على مسافه من افلام شاهين. يعني صحيح. يمكن ليه الناس ما بتحبش اسكندريه زي ما بحبه، لان ما فيهوش ستوري لاين واضح ومتماسك زي الارض. وده مش الاقل تفكك، مش الاكثر تفككا اصلا، ده في اصعب من كده بكتير بالظبط يعني. فالفيلم الارض قايم على روايه بتاعت عبد الرحمن الشرقاوي، قايم على نص متماسك في قصه واضحه، وقصه ليها ارتباط بموضوع هو العلاقة مع السلطة وقيمة الأرض عند الإنسان المصري وعند الفلاح المصري. فهو يعني فيلم بيدوس على كل الزراير، بيحقق الإشباع بتاع السينما الكلاسيكية، الموضوع والقضية والتمثيل، وبيحقق الإشباع بتاع الناس اللي بتحب التجريب والجرأة والأسلوب المميز جدا في أفلام شاهين. فيعني أنا رأيي أن وجود فيلم شاهين كان شيء ضروري، ما كانش ينفع ما يكونش فيلم شاهين، ويمكن أكتر في القائمة دي. بس للاسف الحريف هتكلم عن قبل ما ننتقل لوائل، انا عايز اسالك سؤال على الارض. اعتقد انك يعني ممكن يكون عندك فرصه توضحها لنا. ازاي صوره الارض بالروعه دي؟ احنا بنتكلم على النسخ الرقميه المتاحه للناس. لا هو في حاجه مهمه، بس هي اترممت يعني ان ترميم افلام شاهين كلها تعرضت لعمليه ترميم وتعرضت في القاعه دي كلها. أنا لا اتذكر ان انا شفت نسخه سيئه من الارض حتى زمان قبل ما كان بيتعرض في التلفزيون. بينما في افلام كتير قديمه لما جيت اتفرج عليها اول مره في التلفزيون كنت باين هو الزمن كان مشرف عليها. الاكيد يعني ان شاهين كان سابق كل اللي حواليه تقنيا، يمكن لانه كان بيشتغل بانتاج مشترك، يمكن دايما لانه كان بيصور افلامه ويروح يحمضها في فرنسا، بيشتغل باسلوب تقني متطور اكتر من اللي كان سائد في السينما المصريه. فدايما هتلاقي افلام شاهين فعلا يعني في مش كل الافلام اترممت، حتى الافلام اللي ما اترممتش خصوصا في المرحله بتاعت بدء انفتاحه على الانتاج المشترك مع الجزائر ومع فرنسا. احنا بنتكلم من اول نهايه الستينات بدايه السبعينات، الارض 70 تقريبا، 70 وطالع
كل افلام شاهين فعلا هتلاقيها حتى النسخ اللي ما ترمتش فيها حلو، لكن النسخه بقى كمان المتوفره دلوقتي للارض هي نسخه مرممه مذهله يعني تتفرج على فيلم اتش دي يعني. يعني انا اضافه صغيره للارض انه نادرا ما بيبقى الافلام اللي اسمها شيء او مكان بتبقى انجاز اضافي للفيلم انه يخلي فعلا بطل الفيلم هو الشيء او الجماد او المكان ده. فمعرفش انتوا كام واحد فيكم شايف فيلم الارض، بس اللي هيتفرج عليه ممكن تقول لنا. واو واو، اللي شافوه اكيد عارفين انه بجد الارض هي البطل 100% كستوري لاين يعني، مركز الصراع كحدوته احنا بنبدا بالارض اللي فيه مشكله عشان مواعيد الري بتاعتها او كميه المياه اللي هتدخلها، ثم هذه المشكله بتاعه الارض دي بتقعد تتصاعد، كل الشخصيات بقى بتخرج وتدخل على حس البطل ده. ف وبننهي الموضوع ان البطل ده بيموت، اللي هي الارض اللي بيتدب فيها الحديد بتاع السكه الزراعيه وكذا. ف ف ف, ف ده انجاز لوحده، انجاز على مستوى الحكي، ان انا ازاي اصدر المكان اللي موجود في عنوان الفيلم وخليه هو البطل فعلا، مش اي شخصيات ادميه على حلاوه الشخصيات الادميه. وده انجاز غالبا انجاز للمخرج او لصانع الفيلم، لانه ازاي طول الوقت انا عيني على الارض وعيني على الزرع وعيني على الميه والكلام ده كله. الحريف مش محتاج نتكلم عليه كتير، بتهيالي حلقات مهدي مليانه كلام عن الحريف في سواء في الدور ال16 او غيرها. الحريف ده فيلم الانترنت عدله واحترامه جدا جدا، واكيد يعني اغلبكم اكيد عارف انه الفيلم ده من الافلام اللي يعني لم تلقى اي حظ يعني في الـ في الـ في العرض السينمائي، وانه الفنان الكبير الجميل اللي كلنا بنحبه العظيم الزعيم عادل امام ما كانش حابب التجربة، وبسببها غالبا اخد اختيار قاطع وحاسم في بقية مسيرته انه ما يشتغلش مع الناس المجنونة دي، محمد خان وخير بشارة والناس دي، خلاص مش هشتغل معهم تاني وخليني في الشرعي. فالفيلم في وقته فعلا ما تشافش كويس، بس جمهور البلاتفورمز او الديجيتال حس قد ايه هو فيلم صادق، وكلنا بنشوف حتى لو ما شفناش شخصيات منه فينا، بس بنشوف حالة نفسية منه فينا، وبنشوف احساس انه انا بتأزم الازمات دي، انا بمشي في الشوارع دي وانا حاسس بالاحساس ده، او مكتئب الاكتئاب ده، او منهزم الهزيمة دي. فحتى لما الزمن بيعدي والقضايا اللي الفيلم بيتكلم فيها او العالم اللي الفيلم بيتكلم فيه غالبا دلوقتي مش يعني ممكن يكون في كوبري اتحط فوقيه ولا حاجه مش هنعرف نشوفه، بس الاحساس هيفضل موجود. ف ف ف فاكيد كلنا يعني احساسا هنروح لفيلم زي الحريف. انا شخصيا بصوت الحريف. هو انا كان عندي فاكتور جاهز بيه كسب الارض عدد كبير قوي من المواجهات دي، وهو فاكتور يعني اعتقد المشاهد بيهتم بيه، ولكن الناس وهي بتحلل عاده بتحاول ما تديلوش وزن اكبر من اللازم. هو فصل النهايه، مش قصدي مشهد النهايه، قصدي فصل النهايه، ولو تضيف له مشهد النهايه كذلك يعني. بس حتى في دي الارض ما يكسبش الحريف يعني. الحريف عنده فصل النهايه، فصل النهايه ومشهد نهايه وجمله نهايه من اروع ما يمكن بالظبط يعني بكل تفاصيلها بكل تاكيد. بس الارض يعني ناس كتير شاورت بانها اتفرجت على الفيلم، برافو عليكم جدا. لو حد خاف من فيلم الارض تحت السمعه المنتشره، وعاوز اقول ان فيها قدر من المبالغه عن تعقيد افلام يوسف شاهين او صعوبتها على المشاهده او عدم اتاحه الفيلم. اولا الفيلم لا، الارض بالتحديد متاح جدا يعني، اغلب البلاتفورمز موجوده عليها، ممكن نقول بشكل موجود على شاهد يا جماعه يعني حد اتفرج عليه. نسخته من اروع ما يمكن. هيلة. ناس كتير ممكن تخاف من انها تتفرج على فيلم قديم لان صعوبه المشاهده والصوره وصوت بالمناسبه حاجه مبهره مش ممكن يعني. وابروتشبل حقيقي، ابروتشبل وميلودراميك في كتير من تفاصيله، بس ممتع. الناس اللي بتحب تتذوق اي حاجه على مستوى السينما يعني، الناس انا عارف ان الناس كتير منكم من مناقشاتنا اول حاجه بيجروا عليها بص الاداء التمثيلي ده مش محتاج يعني مش محتاج اقول لكم الاداء التمثيلي اللي فيه عامل ازاي، ومش من الصفوف الاولى، ومش من الناس اللي احنا وقعنا في غرام تمثيلهم عبر الاجيال بشكل عام. نجوى ابراهيم بتمثل حلو، نجوى ابراهيم وعلى التتر هتلاقي لاول مره على الشاشه علي الشريف. علي الشريف اول دور في حياه علي الشريف. حمدي احمد،
عماد حمدي يحيى شاهين يس مخيف ابو وليه دور في فصل النهايه. طيب هيقول كده وهيقول الحريف ويشيل انا هقول الحريف يعني انا كنت مجهز ارجمنتس عشان اكسب الارض بعض الماتشات ما جالوش هعمل ارميهم انا لازم العبهم ده اول بقى حاجه في الاغلب ممكن الناس تصوت هنا يعني ده ارض الخوف والهروب علشان كلنا عارفين انا عارف مين هيصوت ايه ماشي. طيب بما اننا عارفين مين هيصوت ايه ما بين ارض الخوف والهروب اتكلمنا عن ارض الخوف مش هيحصل تمام لا انا هتكلم عن الهروب ماشي انا ماليش كلمه في البرنامج لا اولا لانه ارض الخوف برضو انا اتكلمت عنه قريب جدا في حلقه السيناريو واللي كسب فيها احسن سيناريو في دور 16 عشان الهروب ما دخلش ودخل ما دخلش بسبب مؤامره لا اوكي ليه الهروب بالنسبه لي فيلم مهم لانه كل مخرج بيبقى عنده مشروع وعاده مشاريع المخرجين بتبقى ما بين بيحاولوا يحطوا فيها هموم معينه او موضوعات معينه هم مهتمين بيها والهموم دي والمواضيع دي بتتماس كده وتتقاطع ممكن تلاقيهم عندهم هم اجتماعي شكله كذا وعندهم هم سياسي شكله كذا وعندهم شكل تصور لشكل الافلام بتاعتهم عايزين يوصلوا له فبيقعدوا يجربوا. في مسيرة عاطف الطيب بالنسبة لي الهروب هو اللي اجتمع فيه كل هموم الراجل ده في كل الافلام اللي قبل كده واللي بعد كده واجتمع فيه كل العناصر الفنية اللي هو مميز بيها. صعب جدا الاقي فيلم واحد لأي مخرج تاني مصري اجتمعت فيه كل همومه المعنوية اللي عايز يتكلم عنها في افلامه واجتمعت برشاقة وبستوري لاين واضح جدا ومحدد ومفهوش تشتيت واجتمعت فيه كمان كل طرقه في الحكي الفيجوال وازاي هو بيتعامل مع صناعة الافلام بيتعامل ازاي مع النجوم بيتعامل ازاي مع طريقة التصوير فالهروب هو درة شغل عاطف الطيب بالنسبة لي. احنا بنتكلم عن مخرج طول الوقت كان عنده همين واضحين هم اجتماعي له علاقة بالشباب في مرحلة اللي فوق 25 من 25 ل 35 وتعاملهم مع صعوبات الحياة وانه ازاي يلاقوا الحب ازاي يلاقوا الراحة المادية ازاي يلاقوا السند الاجتماعي وهكذا. وفي كان عنده هم سياسي واضح جدا فكرة علاقة السلطة بالفرد علاقة السلطة بالمواطن. الأوقات اللي راح فيها عاطف الطيب للكلام بوضوح عن علاقة السلطة بالمواطن أفلامه دخلت في صدام مباشر مع السلطة. في فيلم اتمنع تماما من العرض اسمه الزمار لو حد فيكم يعرف يشوفه يعني هتبقى حاجة لطيفة ده ما نزلش السينما خالص موجود على الانترنت موجود على الانترنت موجود الايام دي على الانترنت ده ما نزلش قاعات العرض اتمنع تماما. الزمار سيناريو رفيق صبان عن مسرحيه تينيس ويليامز وفي افلام زي مثلا البريء اللي النهايه بتاعته اتشالت لانه برضو كان في صدام واضح وصريح ومباشر اتشالت ولا اتغيرت لا هي اتشالت اتقصت يعني ده بس اتصور شوت او يعني اتحط شوت اتصور قبل كده اللي هو بتاع عزف الناي ده هو كان المفروض انه يفتح النار على هو كان المفروض بيعزف الناي بعد ما بيفتح النار فهم شالوا الحته اللي فتح فيها النار على المعسكر وسابوا الجزء بتاع الناي. فالمهم يعني انه الصدمات المباشره دي ادت لنزيف في هذه الافلام. والافلام الاجتماعيه بقى اللي كلنا عارفينها او اللي فيها الهم الاجتماعي واضح زي الحب فوق هضبة الهرم زي حتى كتبت الاعدام يعتبر اسمه سوري ضربه معلم يعتبر فيلم اجتماعي او ملف في الاداب يعتبر فيلم اجتماعي دنيا على جناح يمامه دنيا على جناح يمامه وهكذا. في الهروب احنا قدام المواطن اللي بيدخل في صراع مع السلطه من غير ما فرغ الفيلم من المحيط الاجتماعي ده. البطل عندي مش شخص ستاند الون ملوش ملامح لا هو شخص عايش في المجتمع ده
منتصر، واحد بيحاول يقلب عيشه، بيحاول يدور على طريقة يكسب بيها فلوس اكتر، ممكن يخدع، ممكن يغش، ممكن كذا، بس عنده حتة ethics انه لا مش هغش اهل قريتي او اهل بلدي. ثم بيتحول هذا الشخص البسيط للعبة في ايد السلطة السياسية كلها، انه فكرة التلاعب بالاعلام، فكرة ان انا ازاي اشغل الجريمة واشيلها، ازاي على اللفظ بتاع محمد وفيق في الفيلم، ازاي اشغل عصا موسى اللي تخلي كل الاعلام يتجه لحادثة معينة وينسى بقية المصايب. التركيبة دي فيها كل اللي كان عاطف الطيب عايز يقوله في افلامه اللي قبل كده، وتمت بنجاح. وفي فكرة انه ازاي بيحقق دايما الحكي اللي يخليني احب الشخصيات، الحكي اللي يخليني ابقى عايز احضنهم، الحكي البصري حتى. عنده شوت كده مميز قوي عاطف الطيب في افلام كتير، اللي هو فكرة انه الكاركتر يبقى رايح للكاميرا والكاميرا رايحه له، ده من البصمات بتاعت الراجل ده في الشغل. ممكن عاطف الطيب ما يكونش افضل ابناء جيله تقنيا او على مستوى الـ الكادرات او الكومبوزيشنز الحلوة او الكادرات المميزة اللي تتعلم، لكن هو اكيد افضلهم في خلق البوند. ويمكن يكون ده يعني اعلى نقطة ليه في اللي انت بتتكلم فيه ده بالتحديد، ممكن يكون الهروب. ده اللي انا كنت هقوله بالظبط، ان هو ده اكتر افلام عاطف الطيب اكتمالا على المستوى التقني. عاطف الطيب دايما انت معجب بحكايته بالموضوع، بس عندك مشكلة فقر انتاجي ضخم، فقر تحس ان هو كان محتاج يصور الشوت ده تاني بس هو عايز يخلص. لكن الهروب هو فيلم فيري فيري ويل ميد، كل وفي حتى ما هو ابعد انه بيفكر في ازاي الكومبوزيشن بيحكي حاجة، ازاي منتصر قاعد في القطر والناس مرمومين حواليه، فهو في مركز العالم ده، هو تحول في اللحظه دي. المشاهد اللي انتوا اتكلمتوا عليها كتير، بس قصدي انه هو فعلا اكمل افلام عاطف الطيب تقنيا كمان، غير صحيح. اللي انت قلته عن انه اللي بيجمع كل الهموم اللي كانت في السينما. صحيح. فانا دايما منحاز للفيلم ده، دايما بحس انه ما بحرمش ودايما بحس انه هو يعني هو فيلم ما بيكررش كتير، سواء موضوعا او حتى انا بيبهرني كمان عاطف الطيب الله يرحمه في فكرة انه ازاي يجيب الممثلين في كل الادوار، الممثلين اللي انا ابقى متآلف معهم حتى لو هيسكنهم في دور غريب عليهم. يعني فكرة ان هو يلعب بادوار الممثلين بشكل مختلف عما نعتاده، ده كان بيعمله كتير، بس لازم هيجيب لك وش انت بتحبه ومستريح له وعارفه فاميليار معاه، يلعب بيه بقى زي ما هو عاوز. في الهروب مثلا في حاجة مدهشة جدا بالنسبة لي، انه عندي 3 ضباط، كام؟ 4 ضباط في الفيلم، كل ضابط منهم كاركتر مختلف، حسن حسني أبو بكر عز، كل ضابط كاركتر مختلف ونوع من انواع الضباط ودرجة من درجات اللي هو قريب اكتر للمواطن ولا قريب اكتر للسلطة، مخلص لمين اكتر، مهتم بمين اكتر. ف حاجات كتير جدا في الهروب ممكن اقعد اتكلم عنه ساعه، بس احنا ما عندناش وقت، فهذه اسبابي. خلصت الوقت. لا قول انت بقى، انت كل مره بتسيبنا. انا يعني انا منبهر ب يعني وائل في الاساس، او يعني مر عليه الدور بتاع الناقد، وانا دايما النقاد اللي بطلع على شغلهم وبتعرف عليهم بيبقى سهل قوي عليا ان انا اصنفهم، بخصوصا الناس اللي انا بحبهم على مستوى النقد، ما بين حد عنده مسببات، انا مش عايز اقول مبدا او حاجه بالطريقه دي مش قصدي خالص، يعني عنده مسببات معينه، تفضيلات واضحه تقدر تتركها على شغله كله او على كتاباته كلها، لدرجه انك لو متابع نقد معين لفتره معينه من الزمن بتقدر تقول من قبل ما الفيلم ينزل ده وائل هيحبه، ده شوقي هيكرهه، يعني بيبقى عندك القدره للموضوع ده. وفي حاجه تقريبا كل النقاد عارفينها، شيطانيه موجوده عند كل النقاد برضو، انهم منهم من كتر ما عبروا عن اراء ودافعوا عنها بقى عندهم القدره ان هم يتبنوا اي راي. يعني مش قصدي ان هو برضو افتقاد للمبدأ او حاجة بالطريقة ديت، بس هو بيتفرج بيحب بيبقى عنده القدرة ان هو يمسك فيلم معين هيتكلم عنه ايجابي، هيقنعك بكل قوة انه الحاجة اللي هو اتفرج عليها ده حبها، مش مجرد ان رأيه فيها ايجابي، حتى لو ده تضاد مع اللي انت كنت متوقعه منه على الباترن بتاعه. فانا متأكد انك لو مسكت لو الهروب انت ما حبتوش
هتكره الناس فيه جدا يعني انت منك حبه فقدر تحبب الناس. قصدك ان هو يعني ديفلز ادفوكيت؟ لا مش ديفلز ادفوكيت، بالعكس هو ايموشنال يعني، هو الراي بتاعه طالع من حته ايموشن، بس هو بيعرف يكتل بسرعه قوي ورا الحاجات الايجابيه يعني. وانت عمال تعدد ورا الايجابيات بتاعه الهروب على مستوى الاثار ما اعرفش مين، انا اشتريت رايح للكلمه اللي انا متاكد منها، بس في تكرار. بس هو في نقطه معينه الفيلم بيوصل لنقطه على مستوى السيناريو بيقعد يلف في لوب ما بتخلصش، بيتمسك بيهرب بيعمل، بيتمسك بيهرب بيعمل، بيتمسك بيهرب بيعمل. جبنا النقط اللي انا يعني وقعت منها. لا هو اتمسك اول مره وخرج، تاني مره هرب، تالت مره اتهرب. طب مش كتير تلات مرات جوه يعني؟ لا ما هو التلاته غير بعض. لما تيجي تتكلم على السيناريوهات بتاعت كيفيه تملصه من هذا الموضوع، منهم واحده اعتقد على مستوى المنطق اللي هي بتاعت السلاح بتاعت ده دي هم سمحوا له ان يهرب. انت ما تعرفش انت بتاعت السلاح اللي في المحكمه. هو الفيلم اصلا بدا من الحادثه دي كانت حادثه في جرنان، دي الواقعه اللي بسببها عاطف الطيب قرر يعمل هذا الفيلم، انه في واحد خرج من المحكمه بهذه الصوره، اهله صعيدي، اهله قربوا له سلاح كان اسمه حاجه زخاري، كان من اسيوط او كده، كان اسمه حاجه زخاري او زخاري حاجه، واهله صعيده هربوا له سلاح وهو داخل المحكمه وضرب نار وهرب من القفص بالطريقه دي. ده هي دي السنتر اللي يعني دوت المسبب اللي بعد كده ضاف التامينات اللي بقوا بيعملوها في المحاكمات غالبا اللي جعل من تكرار حاجه زي كده غالبا. هي الحادثه كانت 87 او 88 فاكر، كان يعني في وقت من الاوقات من غرامي في الفيلم يعني ما تضحكوش عليا، بس انا جبت الخبر بتاع الحادثه. وعلى فكره برضو حتى السيناريو بتاع الهروب بتاع الزنزانه والحديد المكسر، رغم ان هو متروك زي ما انا عارف، بس هو مش من المفروض يكون من السذاجه ان هو يصدق ان هم عملوا كده، او ان ديت كانت صدفه سمحت له بان هو يهرب. هل هو عنده لا هو كان عارف لانه كان يعني اول ما شاف يعني هو مش حتى لو هو عارف ان هو هيعمل ايه، وهو بعد كده بيقول لاحظ انك بتدافع عن الهروب دلوقتي. تمام مفيش مشكله، بس انا بحب الهروب. هو حتى بعد كده بيقول لعبد العزيز مخيون انتوا بتعملوا كده ليه، انتوا اللي سايبيني يعني. هو لا هو كان مستوعب الفكره. خلاص انا مش هكلم عن الهروب تاني. لا انا الهروب من الافلام طبعا مفيش ولا فيلم من دول اقدر اقول ان انا ما بحبوش، ففكره من الافلام اللي بحبها وما بحبهاش ديت حاجه خيبانه قوي انها تتقال. بس لا الهروب مش فيلمي المفضل لعاطف الطيب بشكل عام، مش فيلمي المفضل لاحمد زكي. ايه فيلمك المفضل لعاطف الطيب؟ انا ميال لسواق الاوتوبيس بعيوبه يعني. انا عارف ان سواق الاوتوبيس حتى واحنا بنتكلم على مستوى التقنيات والامور ديت كلها، هو في قدر معقول من العيوب على مستوى الكادرات وعلى المستوى الفني وعلى مستوى النسخه والحاجات دي كلها، بس انا عاجبني ده، عاجبني ان انا شامم تراب وانا بتفرج على الفيلم. لا السنة الهروب مش قصدي بشكل سلبي، هو برضو فيلمي المفضل لعاطف الطيب اظن. اوكي او لا ليلة سخنة اكتر وبعدين الهروب. انترستنج. انا بحب ليلة سخنة جدا طبعا، بس يعني الهروب بالنسبه لي هو يعني زي ما شاء احنا دلوقتي محمود انا ومحمود مراهنين ان احنا نعمل 2-1 وبعدين نصوت فنصوت لارض الخوف، يا ترى الناس هيصدمونا بالظبط، فانا هصوت لارض الخوف. بس انا لازم اعرف ال 2-1 عامله ازاي قبل ما نتجه للجمهور. انا ارض الخوف. ارض الخوف. طيب مين فيهم الاحمر ومين فيهم الاخضر؟ هو انا اصلا جيب بالي دلوقتي حاجه، اسف على اننا بنجرب موضوع ان احمر واخضر، احنا في الاغلب هيبقى الاحسن ان الناس ترفع اللي مع ده واللي مع ده، لان انك تعد احمر واخضر لو عملوا كده ممكن يحصل تكرار في التصويت ومش هنعرف. هو محدد الالوان حلو قوي. اوكي خلي بالك يعني مش زي ما عملنا في البول الاول عادي، بس مش هعرف اقفشهم ماشي يعني، حتى لو قصدي انها اسهل في الحصر انه يطلع لك كله جنب بعض احمر واخضر. تعالوا نجرب. الاحمر هو ارض الخوف. ارض الخوف. والاخضر اخضر اظن محسومه. ارض الخوف. ارض الخوف. استنى نصورها. وانتوا معكوش كروت ليه؟ واضحة ارض الخوف. يعني كارت احمر للهروب. حلوه اللعبه والله يا الله. طب لو كده نعملها في كل مره. لو شفت الشر مش هنتكلم عن ارض الخوف عشان احنا متاكدين من الجمهور. وعشان وائل خلص الوقت كله في الهروب. بس ايرونيكلي ان الفيلم ابراهيم الابيض غير انه طلع من اول مرحله هو اعلى فيلم، والصدفه انه اول مواجهه في اول فيلم خرج من التصويت هو ابراهيم الابيض اللي كان اعلى فيلم في التصويت. المباراة التالية. ايه الثالية دي؟ التالية. يوم مر يوم حلوة كيت كات. واو. صعبة. دي مواجهة صعبة. 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 طب سؤال. استنوا لا نتكلم الأول. يوم مر يوم حلو من الأفلام اللي احنا اتكلمنا عنها في حلقة السيناريو، وأعتقد إن في ناس رجعوا اتفرجوا عليه. مين اتفرج عليه من اللي قاعدين بعد إذنكم؟
قليلين مش كتير برضو. ما عشان كده بالنسبة لكم سهل اوكي. يوم مر يوم حلو في تقديري الشخصي. العنصر السلبي الوحيد اللي فيه هو قدر السواد اللي فيه، واللي وائل علق لي على هذا الموضوع ان هو كان يشكل بداية توجه خير بشارة للجانب المتفائل شويتين من بعد الطوق والاسوار. بس يظل بالنسبة لي فيلم سوداوي جدا. انا دايما بقول لكم على بالمناسبة بس هو بعد يوم مر يوم حلو خير بشارة قابل واحد في اشارة مرور قال له الفيلم جميل جدا بس كان هيجيب لي ذبحة صدرية. بعد يوم مر يوم حلو فدي اللحظة بقى اللي هو قال لا انا يعني لا 100% الناس بتحب افلامي بس بكئبها فيعني خلينا يعني يوم مر يوم حلو ارحم شوية من الطوق والاسورة بس هو فيلم سوداوي جدا جدا جدا. وانتوا عارفين دايما بتكلم على التصنيف بتاع الافلام اللي بحبها قوي وبقدرها قوي بس ما بحبش ارجع اتفرج عليها تاني. وبفضل اللي احنا بنعمله دوت رجعت اتفرج عليه مرتين. هو في الحقيقة بيتعامل مع السواد بحب يعني هو بيحب اللي هو يعني في طوق الأسورة كان باين انه رافض ما يحدث في 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 يوم مر يوم حلو لا باين انه متعاطف مع كل اللي بيحصل ده ومتفهمه بلاش متعاطف متفهمه وقادر يفهم هو جاي منين. انا تعليق الوحيد بس على يوم مر يوم حلو غير فكرة ان هو كان الخط الفاصل بين مرحلة ومرحلة يعني عند أستاذ خيري انه في كذا مخرج من المخرجين المهمين كانوا بالذات في الجيل ده اشتغلوا ديكومنتري الاول وكانوا بارعين في الديكومنتري في الافلام الوثائقية قبل ما يشتغلوا افلام روائية منهم خيري. بس هو خيري كان تقريبا اعتقد الوحيد اللي بصمة التوثيق عنده احساس ان انا بتفرج على حاجة ديكومنتري جوه الدراما. هو اكتر واحد عنده الاحساس ده اكتر حد عنده فكرة انه احنا بنراقب اللي بيحصل وبنحلله بنوع من البرود شوية. عنده حتة انه مش هشتبك مع الشخصيات كبني ادمين لا انا هفضل اخد راجع خطوة كده وبتفرج على اللي بيحصل لهم وبتفرج على تفاعلاتهم. الاحساس التسجيلي ده بيضيف له طعم بتهيالي مش موجود عند اي حد من جيله على الاقل ومش موجود في الاجيال اللي بعد كده ما افتكرش بقى القدام يعني. فنوع سينما مختلف وبيسيب اثر غريب بصراحة بيسيب اثر اللي هو ايه الافلام اللي بعد ما الفيلم بيخلص ده وده بغض النظر بالمناسبة عن فكرة السواد او فكرة الكآبة يعني كابوريا هيدي نفس الانطباع وايس كريم في جليم هيدي نفس الانطباع اللي هو بعد يومين ثلاثة انت في حاجة لسه معلمة انت شفت حاجة مأثرة جواك في الدي ان ايه بتاعك. ف تجربة فعلا مدرسة في الشغل السينمائي ما بنشوفش زيها كتير. انا موافق تمام بس عشان اقول حاجة يوم حلو كتير بس مناش منك عنه خالص. لا انا عنه عن يوم مر يوم حلو. لا انا هأكد اللي هو قاله على حس تسجيلي. احنا بالنسبة من انتو خنتوني وطلعنا ايس كريم في جليم اللي هو برضو فيلمي المفضل عشان كان عايز ايس كريم في جليم. فالنهارده الصبح انا سجلت حلقه مع سينماتولوجي عن ايس كريم في جليم فاتفرجت على ايس كريم في جليم امبارح تاني وهو بالظبط فيه ده انه على الاقل انت لما بتتفرج على فيلم واقعي زي يوم مر يوم حلو عن معاناه اسره فقيره انت بتفترض انه ممكن يكون في حس توثيقي في حس دوكيومنتري. بس فيلم فانتاستيك كده زي ايس كريم في جليم وفي الكميه دي من الشخصيات اللي بتغني والواد اللي ماشي في الشارع البنات تغني له والواد وطاير على الواقع يعني فيلم يعني فيلم مش واقعي اطلاقا بس في حس توثيقي مذهل اللي مش بس يعني الناس برضو بتتكلم عن ايس كريم في جليم تقول لك المعادي وشارع 9 حتى وسط البلد حتى الشابتر اللي هم بيروحوا فيه هو وزرياب ونور يغنوا في وسط البلد في مخرج فاهم ان الشخصيات دي عايشه في زمان ومكان وان الزمان والمكان ده يجب ان يظهر على الشاشه. الشخصيات دي مش معلقه في الهواء مش عايشه من العدم حياتهم مش بتبدا مع بدايه الفيلم حياتهم موجوده قبل كده عندهم علاقات قبل كده مرتبطين بالجغرافيا اللي هم عايشين فيها. ف يعني ده موجود طبعا بيك تايم في يوم مر يوم حلو واللي هو زي ما انت قلت على ما فيه من سوداويه او صعوبه هو كمان فيلم بتحب تتعاطف مع الشخصيات بتحبهم انت فاهمهم انت فاهم سيمون دي عايزه ايه في حياتها انت حتى محمد منير اللي هو المفروض من الشخصيه الشريره يعني السلبيه في الفيلم انت بشكل او باخر فاهم الضغوط اللي موجوده عليه واللي بتدفعه انه يعمل ده. وانتوا اتكلمتوا في حلقه السيناريو عن ازاي الفيلم بيبدا ده مذهل ازاي الفيلم ده بيبدا لدرجه ان محمد خان حاول يقلده بعد كده في افتتاحيه مستر كاراتيه ان أيوة. الفيلم يبدا بان شخص من الهامش خالص جاي بيعمل معاه لقاء تلفزيوني فتتعرف على الشخصيه دي بشكل مختلف
انا رايي ان بدايه مستر كراتيه منقوله من بدايه المرمى حلو. ف بس كالعاده الكتكات هو فيلم اوت ستاندنج يعني. طب يعني عايز اسالك ثلاث اسئله في السياق دوت. السؤال الاول، لو كان ايس كريم في جليم هو اللي قدام الكتكات؟ لا كتكات بقى. اوكي فير انف. الحاجه الثانيه، احنا عملنا بس لو ايس كريم في جليم قدام ارض الخوف انا كنت اصوت لايس كريم في جليم. اوكي هو ما كانش قدام ارض الخوف. ما كانش في الليست اصلا. في ادعاء احنا قلناه في الحلقه بتاعت السيناريو، ما اعرفش رايك فيه ايه، ان اداء محمد منير في يوم مر يوم حلو يصنف كممكن قد يعني الا عاوز اقولها بجرأة بصراحه افضل اداء لمطرب كممثل في فيلم جد. ده محتاجه اقارن بحاجات ثانيه. لا هو يعني ممكن اكسبت يعني استدعي الذكاء. ممكن ساعة. ممكن لو افترضنا ان شادية اصلا مطربه ساعتها هقول لا مش احسن اداء، بس لو شادية تصنفت اساسا ممثله هيبقى محمد منير أنا احسن اداء لمطرب. شادية خطرت على بالي وانا مصنف شادية في الاساس كممثله بسبب حجم الانتاج. حجم الانتاج في حد ذاته رائع يعني. صحيح. اظن جدا. محمد منير في الفيلم ده فعلا يعني مرعب بلطافه ومرعب بتمثيل مش يعني. لا ولما تفكر كمان انه دايما احنا برضو كنا بنتكلم الصبح على انه ما هو فيلم ايس كريم في جليم مليان مغنيين بيمثلوا، عمرو دياب وسيمون وحسام حسني وحسين الامام وعزت ابو عوف كلهم، بس هما بيعملوا حاجه قريبه من حياتهم. هو منير بيعمل شخصيه عايزه ممثل، شخصيه بعيده كل البعد عنه كشخص وعن حياته وعن اللايف ستايل بتاعه وعن صورته الذهنيه عند الناس. فهو احتاج يتجرد تماما من بيرسونا محمد منير المغني ويبقى محمد منير الممثل. وللاسف هو ما كررش يعني بعد كده، حتى في المصير كان كويس، حتى في يعني في ادوار، بس ما فيش دور فيه التحدي ده ان انت ممثل الدرجات. طيب النقطه الاخيره بقى اثيرت امبارح في الستريم وعايز اعرف رايكم فيها انتوا الاثنين. ناس كانت بتتكلم بترحاب عن فيلم رحله 404 لمنى زكي، ومنى زكي طبعا عامله فيه اداء رائع جدا، وبسبب الريسنسي بايز او التحمس للتجربه اللي انت لسه مختبرها في ناس اندفعت وقالت ان منى زكي هي اعظم ممثله في تاريخ السينما وممكن تكون افضل او اعظم او اكبر من فاتن حمامه. انا توقفت بالدعاء واحد بس بصرف النظر عن التذوق، يعني التذوق بتاع كل واحد مختلف، بس انا اعتقد ان مسيره فاتن حمامه هي مش بس ما لم تتكرر، هي في الاغلب لن تتكرر، ان في واحده لعبت كل الادوار من ساعه لما كانت طفله لغايه لما بقت جده وهي في دور البطوله تلفزيون وسينما. كانجاز فني ما اعتقدش يعني، اكيد ما فيش ودرجه الاجاده في كل مع الحد الادنى من الجوده دايما موجود. وعاده الخناقه دي تبقى دايما فتح حمامه وسعاد حسني. وسعاد حسني بالظبط اللي هو يعني دلوقتي فجاه منى زكي لا يعني يعني الله اعلم، محدش عارف، لسه منى زكي لسه شغاله ولسه هتعمل افلام اكتر وممكن توصل لمستويات اقوى، وهي لحد دلوقتي في اللي عملته في ال 20 سنه اللي اشتغلتهم او اكتر شويه عملت حاجات كتير جدا منوره، بس ما تستعجلوش قوي. انا عشان كده جزء على فكره من رغبتي في ان احنا نتدخل في الاختيارات برضو كان ان انا بحاول ابعد شويه الاختيارات ما تبقاش قريبه قوي، يعني اللي هو الحاجات بتاعه اخر 10 سنين دي، لان لسه هي مأثره فينا عاطفيا، فلازم نبعد عنها شويه عشان نعرف نقيمها مظبوط، زي ما انا لسه مرتبط بالهروب مثلا. ف حسستيش بالذنب على اللي قلته والنبي؟ لا خلاص ما فيش. يوم مر يوم حلو، عاوزين تعملوا الاستفتاء مع ان هو يوم مر يوم حلو قصاد الكتكات. الكتكات احمر طبعا. اوه ده احنا ما اتكلمناش عنه ولا كده. انا سعيد ان احنا شفنا 98 واحنا قاعدين. ننتقل للجانب الاخر. ده في اتنين كل واحد فيهم راح في جنبه وانا ما كنتش واخد بالي. ماشي. تعرفين مين؟ ايه؟ كل واحد راح في جنبه. مين كان نفسي الاتنين يجوا في جنبه واحد؟ في القدام صح؟ عارفين مين؟ لا. دول. صح؟ ولا؟ لا. لا. كان نفس الكتكات والذهب والكباب يجوا في جنبه. عشان ما ينتهيش ان هو يعني. عشان اللايك. ماشي. الا لو هنا كويس يعني. لو عملنا حاجة شريرة من بتاعة النقاد ديت واحنا رايحين. بدل. طيب لعبة الست وطيور الظلام، مين ممكن يشرح لي ليه لعبة الست دخل الـ IMDb اصلا؟ انا حطيته. اتفضل. عشان اولا ده فيلم من انتاج 1946. yes. يعني تقريبا فات عليه 80 سنة. جماعة صوتوا النبي بعد اذنكم خليكم معانا. فات على انتاجه 80 سنة. يس. وانا بدعو اللي ما شافش فيلم، لان انا اعتقد ان ناس كتير ما شافوش الفيلم، يروحوا يتفرجوا عليه. يا ريت. لن انا شفته بسبب شوي. لن تشعر ان ده فيلم. يا ريت. ما كنت شفته قبل كده؟ لا ما كنتش. يعني هو فيلم مودرن ومعاصر اكتر من 90% من الافلام اللي بتعمل في مصر دلوقتي. ده حقيقي.
نجيب الريحاني ممثل وصانع افلام وصانع فن عموما مدهش على كل المستويات. نجيب الريحاني عمل 9 افلام طول حياته، منهم فيلمين ضاعوا اللي هم اول فيلمين صورهم بتوع كشكش بيه الناطق والصامت. ولما كل مره بنعمل استفتاء على ايه احسن افلام في تاريخ مصر، طب ايه احسن افلام كوميديه في تاريخ مصر، طب ايه كذا، بتفاجئ ان ال7 افلام اللي عملهم نجيب الريحاني من ضمنهم 6 موجودين في كل القوائم. يعني انت التقدير اللي الناس على الاقل النقاد يعني او على جيلنا لحد جيلنا بيكنوا لغزل البنات، للعبه الست، لسي عمر، لسلامه في خير، هم 6 افلام مذهلين. لعبه الست فيلم اولا اذا كنا بنتكلم عن فكره الحس التوثيقي والامساك باللحظه والتمكن من انك تمسك لحظه مهمه جدا في التاريخ وتبني عليها حكايه، الحكاية دي بشكل مجرد ممتعة وجذابة وفيها شخصيات وفيها رحلة بتتابعها، ده ليفل. وبعدين لما تحطها في سياق أكبر بتاع مصر سنة 46، والفيلم أحداثه بتدور قبل 46 خلال الحرب العالمية الثانية، إزاي إن مصر اللي كانت مجتمع كوزموبوليتان جدا، راجل يهودي عنده محل تجارة بيشغل فيه كذا، الخلفية المجتمعية والتغيرات اللي حصلت في مصر مع الحرب العالمية ومع اقتراب قوات النازي من دخول مصر، وبالتالي بدأ التجار اليهود يبيعوا تجارتهم او يسيبوها لحد امين هم بيحبوه ويخرجوا، فممكن حياة شخص تتغير بين يوم وليلة فقط لانه كان الراجل التاجر بيثق فيه، وان بالصدفة الكاركتر ده يبقى هو كاركتر نجيب الريحاني اللي هو ليه ستايل معروف جدا، هو بيبني كاركتر ذكي سكيلفل لكن سيء الحظ وعنده بعض الضعف الاجتماعي، ما بيعرفش يعبر عن وضعه تجاه العالم، فانه ياخد الكاركتر بتاعه اللي الناس بتحب تتفرج عليه في المسرح وفي الافلام التانية ويبني عليه قصة بهذا التعقيد ويدخل فيها عناصر مختلفة وشخصيات مختلفة، وهو اول فيلم يمكن يبتكر فكرة الشخصيات اللي اسمها ميموربل، العيلة بتاعت بلالايكا ونفخه وبلبيعه ومش عارف ايه وسنية جنح وكذا، وان يبقى في اسماء الناس بتطلع ترددها كافهات فتعمل سمعة للفيلم. وفي كاركتر كمان مدهش اللي هو لعبة اللي هو اول دور كبير تلعبه تحية كاريوكا، واذا كنا بنقول هل منير هو احسن ممثل مغني يمثل كذا، فتحية كاريوكا هي افضل راقصة مثلت في تاريخ العالم يعني بلا جدال. فانك تاخد البنت دي اللي هي كانت لسه صغيرة وتديها دور زي ده، دور ينفع من بعيد تقول انه بسيط، بس هو مش بسيط خالص، لان هي بنت طيبة السريرة ذكية جميلة وعارفة انها جميلة ومتربية في مجتمع معقد جدا اللي هو عائلتها اللي عايزة تستغل جمالها ده لصالحهم وبتحب، فالحب بيدفعها انها تكون شخصية ايجابية، بس كمان هي بني ادمة مش على طريقة الافلام القديمة او مش على طريقة السينما المصرية انها تصنف الناس لشخصيات ابيض واسود، لا هي شخصية رمادية جدا، لان انت بتشوف فيها قد ايه هي قوية وذكية وجذابة وطيبة وبتحب البطل، بس هي كمان لما اتحطت على المحك اختارت انها تنحاز للثروة وتنحاز للنجاح وتتعامل مع حبيبها ده بشكل كبير من التعالي ومن الفوقية وتكاد تزبله يعني استجابة لأهلها، وبعدين يحصل فيها انقلاب يفسر لها اللي حصل او يغير لها رؤيتها اللي حصل. السيناريو على يعني اذا كان الوقت ده من عمر السينما المصرية المبكر في الثلاثينات والاربعينات وحتى الخمسينات السيناريوهات كان فيها كانت بتبقى ابسط بكتير، الشخصيات في بطل وفي شرير وفي حبكة بيتم تلفيقها عشان نتفرج على شوية مواقف كوميدية، ده سيناريو ادفانسد جدا مكتوب وكأنه مكتوب بعد زمن وده ب50 سنة، واخراج هايل من ولي الدين سامح اللي هو اصلا كان بيعمل ديكور وتحول للاخراج وعمل يعني انجاز اكتر حتى من انجاز ذات الشهيره لنيازي مصطفى في افلام نجيب الريحاني تانية، وبالنسبه لي حتى احسن من غزل البنات، يعني انا كنا ممكن نحط غزل البنات واختيار منطقي اكتر والناس بتفتكره اكتر، غزل البنات في فيلم سبكتاكل يعني انت جايب كل النجوم وكل الاغاني وكل الاحداث وكل المواقف في الثيم بتاعت الديسبرت لاف، لعبه الست يعتبر الاصل لو تقارن بغزل البنات مثلا، وهو الفيلم اللي ما فيهوش اضافات، يعني غزل البنات فيلم ينفع تقصص منه حاجات، انت بتحب اغنيه عبد الوهاب والمشهد ده كله، بس لو شلت غيرها بقى مش هتخسر كتير قوي، وكان كيميو فيست الى حد كبير برضو، لكن لعبه ست ما ينفعش تشيل منه لحظه محكم، ما ينفعش تشيل منه مشهد. فيعني انا رايي انه يعني بالتاكيد في الاغلب دي هتحسن من المواجهه دي، بس شوفوا الفيلم ده اتفرجوا عليه وشوفوا ازاي السينما المصريه من 80 سنه كانت بتعمل افلام زي دي. يعني انا فعلا بشكر شوقي على اختياره ده، لانه لولا كده يمكن ما كنتش شفته، انا دايما يعني عارف انه فيلم مهم بحكم شغلي قبل كده
في الكتابة عن الأفلام وكذا، بس ما كانش متاح ان انا اشوفه. وبعدين لما بقى في البلاتفورمز والحاجات دي الواحد يعني صعب ياخد الخطوة انه يتفرج على حاجة قديمة قوي كده. بس فعلا يعني انبهرت بفكرة انه في عصور ما قبل الاستراكشر كان في الفيلم ده يعني. وهنا بنتكلم على عصور ما قبل الاستراكشر في العالم كله مش في مصر بس، اللي هو يعني فكرة الثري اكت ستوري في الافلام، ولا الهيروز جيرني، ولا ازاي بنكتب الافلام باي طريقه. الحاجات دي كلها احنا بنتكلم من سنه 70 وطالع. اللي قبل كده كانت الناس بتحاول تلاقي طريقه، تلاقي نظريه. فلما يبقى عندي فيلم سنه 46 بالاحكام ده على مستوى ان ببني حدوته وكل فصل بيوصل للفصل اللي بعديه بوضوح، ويبقى فيه ثريد حتى بسيط كده بفكره العمله الممسوحه، اللي تبقى معاه العمله دي هو اللي بيزدهر وبيكبر وكاريره بيبقى احسن وبيبقى معاه فلوس، والتاني هو اللي بيضمحل يعني، ومن غير ما يركز عليها بالمناسبه فريد يا جيمك يعني جنب كده حاجه على جنب كده، بس هو مربط بيها الفيلم كله. فيعني ده شغل بتاع يعني لو اتعمل دلوقتي هنقول عليه فيلم حلو، فما بالك ان هو يتعمل من 80 سنه. انا حابب اضيف لكلامكم حاجه واحده بس، هو طبعا ده فوت محسوم فمش عايزين نضيع فيه وقت. لا بالمناسبه مش محسوم، لان انا يعني محسوم مع الناس، لكن انا هصوت لعبه الست. اوكي بس الناس هتختار طول الظلام. طب ممكن اشجعكم اكتر في هذا التصنيف بشكل او باخر. لعبه الست في حاجه على مستوى تصميم الشخصيات لو اتعملت سنه 46، فمش عايز اقول ان من ساعتها لغايه النهارده ما اتعملتش 4 أو 5 مرات، في انك تجيب شخصية شريرة اللي هي شخصية بشارة وكيم في الأحداث بتاعت الفيلم، ده شخص متقدم على إنه إما يكون حاجة هامشية بترمز لحاجة معينة وخلاص، وفي الأغلب يكون شخصية شريرة أو نوايا شريرة، وفي الأغلب أنت بتنتصر أو بتنتظر لإنه يهزم فيخرج خارج الأحداث، فتكتشف إن أعظم سبيتش في الفيلم كله أو أعظم خطبة في الفيلم كله هو صاحبها، حكمة الفيلم كله هو اللي قالها، اللي بيفسر الشعور بتاع البطل بتاعنا جاي على لسانه وبأداء من أعظم يمكن. أنا بموت وياما قلت الموضوع ده في فكرة الشخصية الثانوية في جانب الشر لما بتتصدر المشهد وبتقلب الصورة بنسبة 100%. دي مفاجأة سعيدة والله، مش قصدي على مستوى الضحك، لما كانت بتتعمل في الأفلام الهندي كنت بقوم أسقف وهي بتتعمل، إنك تكتشف إن الشرير رقم بي في آخر الأحداث بيتعاطف مع البطل. زي نونو في الرأي البيض خلاب حاجة زي كده بالظبط. فماشي نفتح للتصويت، احنا 2-1 انا وطيور الظلام طبعا يعني. انا هو مين الاخضر؟ طيب حلو والله ماشي حلو والله. طب الناس اللي احمر، الناس اللي صوتوا لعبة الست، انت شفتوا الفيلم ولا ده تعاطف بسبب المسرحية؟ من الفيلم كان بيجي في التلفزيون كتير جدا، انا مستغرب انت ازاي مش شفتوش. انا ما عداش عليك. لا بس بالمناسبه المسرحيه، لو حد معتمد على المسرحيه ظلم الفيلم جدا. طبعا لا 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 مفيش مقارنه. انهي عنصر الظلم اكتر؟ اتمنى تقول اللي انا عاوز اقوله. كل حاجه كل حاجه. سيمون وتحيه كاريوكي. لا ما يبقى طبعا لا وسيمون ولويت بقها دي حاجه غريبه قوي يعني. مش ممكن يعني. يعني المفروض ان اصلا اللعبه دي شخصيه فاسينيتنج، انت بتشوفها تقع في غرامها، هي ليه عامله انها شكلها هي كان اسم شهرتها فاتينيستا. فاتينيستا تمام. طيور الظلام يتقدم. اللي بعده الكيف والارهاب والكباب. حد عنده تفسير ليه الكيف اللي دخل القايمه مش العار؟ احنا كان نفسنا العار بس انتوا اخترتوا الكيف. حد يقدر يشرح لنا ليه الكيف ومش العار؟ اتفضل. الكيف فيه الكونسيبت بتاع الاداء اللي قدمه كريم عبد العزيز والاداء بتاع احمد فراج، وزي بتلاقي ان في الاخر الدنيا بتتقلب، يعني البلوت اللي بتحصل في الاخر ان واحد فيهم اللي كان مدمن بيبطل والتاني بيدمن والدكتور بيتقلب القلب. اوكي. بتكذب شويه المدمن. انا عن نفسي الواحد عمره بيطلع انترستنج اساسا، بس لما الاقي اصحابي لما سالتهم مثلا الاقي ان كله مكذوب. لا لحته اللي هو حصل قلب مشهد العزاء لوحده طيب ده لوحده ده يعني ده حوار. Fair enough. صح. انا ميال للراي ده. الكيف ميمه بالاكتر. مش هزار والله بقى جماعه. الميمز عمليه توثيق للمشهد الثقافي ومدى بقائها على قيد الحياه وبقائها في الذاكره او بقائها في مركز الاهتمام، تعبير مهم جدا على مدى تعلق الماده الاصليه بالواقع. صحيح. او بتنبؤه بالمستقبل اكتر كمان. يعني انا عايز بس ازود كمان على كيف انه
هو في الاخر لو بعدنا خطوة لورا كده ده بريكنج باد جدا. يعني الكيميائي العبقري اللي عمل التركيبة متصاحب على الشخص الصعلوك اللي يعرف ديلرز، بس هنا المرة دي طلع اخوه، يعني دي الصدفة اللي الفيلم عملها. ثم يأتي الزعيم المخدرات الجامد اللي هو جاس، اللي هو البهز بالمناسبة على نفس على نفس وائل حمدي بريكنج باد سرق فيلم كده. طبعا دي تركيبة يعني الفرق الوحيد بس انه الدكتور بتاعنا في الكيف ما كانش متخيل ان هو تركيبته فيها مخدرات فعلا، بس كل الخطوات تقريبا واحدة. وطبعا طبعا اكيد كلكم اللي صوتوا للكيف يعني الديالوجز الحوارات السوفسطائية الفلسفية المنطقية اللي نقعد نطلع وننزل ونروح يمين ونروح شمال عشان نقنع اللي قدامنا بفكرتنا، انا ما شفتش حلاوة كده يعني اللي هو حوارات نقعد نسمعها كده ونتعلم منها. فعشان كده الفيلم ده هيفضل واي حد حاول يقلدها دمه تقيل. بالظبط بالظبط. تحاول تعمل شخصيات كتير ليها تعبير وتقعد تعمل كود لكل كلمة والكل ما عرفش مين دمك يتقل على طول، لان صح. الموضوع دوت انا حتى لما خدوا الكيف وعرف عنهم مسلسلات كانت دمها يلطش يعني. انا عمري ما حسيت ان الموضوع دوت علم، بس بحس ان هو فن، ان في اسماء بتضحك واسماء ما بتضحكش، وان في ارقام بتضحك وفي ارقام ما بتضحكش. لا في حاجه مهمه كمان، انه هو الحقيقه ان ده فن، وفي نقط معينه الفن يبقى فيها عكس العلم، لانه انا علاقتي بالثلاثيه والرباعيه اللي عملها محمود ابو زيد وعلي عبد الخالق، الكيف والعار وجري الوحوش والبيضه والحجر، مش الشكل اللي هقوله، اللي هقوله ان التلات افلام دول الكيف والعار وجري الوحوش هم تقريبا لو انا جايب ورقه وقلم وبحاول احللهم هم فيهم كل الاشياء اللي انا بكرهها في الافلام. اوكي. بس لسبب ما انا بموت فيهم. يعني طبعًا. فيلم الخطابي اللي بيبدا بايه وبينتهي بايه وبيقدم للناس النصيحه، النهايه الاخلاقيه اللي بتحاسب الناس واللي اختاروا الخير بيتعاقبوا واللي اختاروا الشر اللي اختاروا الخير بيبقوا كويسين واختاروا الشر بيتعاقبوا، الحوارات الممتده اللي الفيلم كله حملته وحملها عن طريق شخصيات بتتكلم مع بعض. يعني في كام عنصر انت ممكن تعتبرها في افلام ثانيه عيوب واضحه، بس زي ما بيقولوا ان بقى في الفن if it works it works، ان هو عمل كل الغلطات بس عملها بطريقه ساحره جدا لدرجه ان انا مش قادر اشوف ده كله، انا قادر اشوف العمل المنتج النهائي ممتع صحيح. جدا وجذاب جدا، ينفع يبقى ليا عليه بعض المآخذ بس في النهايه مستمتع. صحيح. انا بالمناسبه يعني على فكره الحوار كمان، لانه برضو شفت الفيلم تاني بسبب القعده دي، فلو اخدت بالي اول مره اخد بالي انه اول جمله حوار في الفيلم في عسكري بينزل اللي هم الآلاتية اللي كان محمود عبد العزيز بيسهر معاهم، ففي خناقة في فرح تقريبا، فالعسكري بينزلهم من البوكس ويقول لهم انزل انت هو يطرش الليل، فاللي هو يعني اللي هو ده هو من اول يعني من اول جملة هو قاصد انه رايح لألفاظ غريبة جدا طول. فلا يعني مبهر بصراحة الحوار في فيلم الكيف مبهر. Your vote. ما بينه وبين ايه احنا انا نسيت فيلم بسيط صغير كده اسمه الارهاب والكباب. لا هروح الارهاب والكباب. الارهاب والكباب رايكم انتوا رايكم ايه؟ الارهاب والكباب رسم يا انت كيف واو بتعشق كيف الفيلم ولا كلام على الفيلم ولا معلش هو الاحمر ايه هو انا مش عارف انا عايز ابص كيف اخضر الاحمر ارهاب وكباب بس لعلمك مش اكتساح يعني 50% في مكاتفه يعني 30% تكاد تكون 50% ان لم يكن فوت الناس مع الكيف اصلا مش مع الارهاب وكباب. الكيف اخضر يس اوف اوف هو واضح انه كيف حتى بيأثر في التصوير بس معلش الارهاب وكباب هو اللي هيتقدم عشان يبقى عندنا في دور الثمانية طيور الظلام يقابل الارهاب والكباب. فيري انترستنج. سهلة. ده الارهاب والكباب مش هيشرخ. اللي بعده الفيلم رقم 2 ورقم 3. ده كده الناس نزلوا فيلم ثقافي. يا. اسوأ اصعب يعني ولا؟ فعلا.
انا عارف انا عايز اكسبني وانا عارف برضه. طب احنا بس لازم نسال الناس هنا ما في الاغلب احنا بس نتكلم الاول في الاغلب هيبقى لنا واحد فانا هغير عشان نسال الناس لانه عايز تبتدي براي الناس لا يعني ناس نتكلم بس قصدي انه طيب ماشي اكيد مش هبتدي بالفوت على طول طيب مين نتكلم احنا ولا عايز ليد مره انت بقالك ماشي مبدئيا احنا كنا بنتكلم على فكره الميمز الميمز دول yes. الناس بتقول ميمز الميمز ده هو مصطلح ساك وريتشارد دوكنز عن فكره ان في زي ما الجينات بتتحرك جوه الجسم الانسان ان انت لما اتنين بيتزوجوا بينقلوا جيناتهم للجيل اللي بعدهم فالافكار الثقافيه بتتحول في صوره عناصر صغيره جدا زي الجين الجين الثقافي هو الميم الميم احنا دلوقتي بقينا بنقول ميم يعني كوميديا بس ميم معناها فكره صغيره براقه او فيها فكره بتتناقل من جيل لجيل وبتبقى موجوده جوه الدي ان اي بتاعنا زي جيناتنا بالظبط. الفيلمين دول هم نموذجين لفيلمين اصبحوا تحت جلد كل واحد عايش فينا سواء من جيل اكبر زينا او حتى جيل اصغر زي نسبه من الجمهور ومن الناس اللي صوتت. وده نجاح مذهل ان انت كل فيلم من دول ينفع ببساطه تفتكر وانت قاعد دلوقتي 50 نكته مختلفه او 50 لقطه مختلفه تم استخراجها منه وتحولت لانها ليها معنى. الكوميدي ان احيانا المعنى ده بيتجاوز الفيلم نفسه يعني في اشخاص ممكن يبقى لو شاف الصوره دي او سمع الجمله دي يفهم المقصود بيها من غير ما يكون شاف الفيلم اصلا بس هو وصل له من المجتمع وصل له من الثقافه العامه ان الجمله دي اصبح معناها كذا او بتودي للشعور الفلاني من غير ما اقطعك بس من الحاجات الميمه بالجدا على مستوى جاد مش على مستوى هزلي من ابراهيم الابيض اهون عليك تهوني عليا انا شفت ابراهيم الابيض طبعا عارف كويس قوي محمود عبد العزيز قالها ازاي بس من كتر ما شفتها في ميمز وانا بتفرج على الفيلم اخر مره امبارح بيقولها بطريقه غريبه كنت تحت الانطباع ان هو بيقولها بطريقه تانية يعني انا كنت سامعها بشكل تاني خالص لما شفتها في الفيلم وبعدين بعد هو هيعيدها تاني ولا هي كده طب انا ازاي اتطبعت في دماغي فده ميكس بيرفكت سنس صحيح صحيح والفيلمين المهم فيهم كمان انهم اولا انتاج سنه واحده اتعرضوا تقريبا على بعد شهر او شهرين بعض لو انا فاكر صح فيلم الثقافي كان في اول الصيف شويه الناظر في نص الصيف الناظر طبعا كان فيلم اكبر والنجم اصبح استابليشد بعد عبود على الحدود الفيلم الثقافي كان فيلم تجربه جريئه بيعملوها العدل جايبين ثلاث ممثلين صغيرين اول مره يبقوا نجوم بس الاثنين بيتكلموا عن متاعب جيل الشباب في اللحظه دي بتاعه سنه 2000 واحد بيتكلم عن مشكله التعليم والعلاقه بالتعليم وازاي الناس بقت عندها رفض فطري للمؤسسه التعليميه لان المؤسسه التعليميه عندها مشكله والناحيه الثانيه ان الشباب عندهم اصبحوا ضايعين وتايهين وماشيين بيدوروا على افلام اباحيه والاثنين بالمناسبه الفيلمين بيقولوا نفس الحاجه ان المشكله مش في الشباب دول المشكله في النظام المشكله في السيستم التعليمي السيستم السياسي السيستم العمل فهم الفيلمين ولاد لحظه واحده وبيعبروا عن حاجه واحده يمكن المحدد اللي هيخليني اختار حاجه من الاثنين هو ان انا حاسس ان احنا مش على نفس الخط على فكره حاسس احنا لما نيجي نفوت هنتفاجئ ان احنا الثلاثه مش زي بعض مش عارف مش متاكد حاسس مش عارف كمل طيب انه انا رايي ان فيلم ناظر في ميزتين عن فيلم ثقافي يعني اللي بيخلوني انا ارجحه الحاجتين اولا ان هو في سيناريو مكتمل اكتر بكتير في حكايه في شخصيات كل شخصيه عندها خط الخطوط دي بتتلقح مع بعض بتوصل من فصل اول لتاني لتالت بيحصل فيه تغير حقيقي ملموس للشخصيات في حين ان فيلم ثقافي بطبيعته هو فيلم الشخصيات مش المفروض تتغير فيه كتير المفروض ان الشخصيات عماله بتخوض رحله مدتها يوم ولا يومين عمالين يجربوا حاجه ورا حاجه ورا حاجه وفي النهايه بيوصلوا للحظه التنوير يفهموا فيها شيء ما او ما يفهموش بالمناسبه ممكن بعد الفيلم ده بعد احداث الفيلم الشخصيه دي تكمل وتروح تدور على فيلم تاني وتتفرج عليه مفيش شيء قاطع ان حياتهم اتغيرت زي ما حياه ابطال الناظر اتغيرت بشكل او باخر صحيح وائل الحقيقه قال دي مش هاخد الكريدت عليها بس احنا كنا بنتناقش داخليا بيننا وبين بعض يعني الاختيار ان الابطال الثلاثه في الفيلم الثقافي مفيش اي تمايز بينهم انت غير ان واحد تخين وواحد رفيع وهكذا انت ممكن بسهوله تبدل جمل الحوار ما بينهم يعني صحيح. يعني هم ثلاث شخصيات عشان ده اللي بيخلي الفيلم شكله كويس او يمكن عشان دي التجربه الانتاجيه لكن كان ممكن يبقوا اثنين وممكن يبقوا اربعه ومفيش واحد فيهم عنده سمات بتميزه عن غيره وبتخليك بتاخد معاه رحله انسانيه مختلفه عن غيره. حاجه تانية حابب اقولها عن 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 مشروع محمد امين ككل، محمد امين فيلم ميكر عنده طعم خاص وظهر في وقت كان نادرا ما بيظهر فيلم ميكر عنده طعم، يعني المخرجين الناجحين اللي بيظهروا في نهايه التسعينات واول الالفيه هم مخرجين شاطرين تقنيا. لكن مخرج عنده مشروع والمشروع ده ممكن تلمسه في فيلم ورا التاني
كان واضح عند محمد امين في فيلم ثقافي وفي لسقوط بغداد وفي فيلم بتاع خالد صالح اسمه ايه فبراير الاسود فبراير الاسود اللي هو العلاقه ما بين هواجس الاشخاص الجنسيه وما بين المشاكل المجتمع وانه اي حاجه بتحصل بره في العالم ممكن تترجمها لداينامكس العلاقه الجنسيه ومين بيمارس الجنس مع مين ومين بيقهر مين ده تفسيره اللي هو في رايي في شويه في كتير من الرجعيه ومن الذكوريه وحتى التعليقات جوه الافلام وطبعا التجلي الاكبر هو ليله سقوط بغداد اللي هو قايم على فكره سيئه في رايي بتاعت انه ان في حد بيمارس جنس مع حد في واحد بيمارس سلطه على حد واحنا خايفين ان امريكا تيجي تكذا فده معناه انه في الطرف الايجابي والطرف الطرف السلبي ده ضعيف ومقهور وبيهان وده مش حقيقي يعني ده اذا كان هو بيتكلم في فيلم ثقافي ان الشخصيات دي عندها سيكشوال فراستريشن جاي من انهم عاجزين عن ممارسه حياتهم الجنسيه الطبيعيه في مرحلتهم العمريه فانا ممكن اقول ان انت كمان كمخرج عندك نفس يعني انت محتاج تفكر في الحاجات دي اوكي بس فانا اكيد النص احنا عموما واحنا احنا بنناقش دلوقتي بنناقش فيلم ثقافي مش فلسفه المخرج بشكل عام لا ما هو حتى بالمناسبه فيلم ثقافي ده اللي شوقي بيتكلم عنه ده كان واضح جدا يعني في ادانه في ستيتمنت كبيره في فيلم ثقافي على انه ازمه الشباب المكبوت هم الشابات الكاشفات الكاسيات العاريات يعني لا بوضوح في عباره واضحه ده طول عباره احد التفسيرات احد الفصول اللي احنا عدينا بيها لا مش الرساله بشكل عام يعني احنا مش عايزين نستخلص كتالوج من الرسائل عشان نوصل للنتيجه دي في النهايه احنا في كل بين كل سيكونس وسيكونس في الفيلم في المزيكا اللي هي تات تارات تارات تات دي بتبقى على ان هما شايفين بنتين في الميكروباص او شايفين بنتين مش عارف في الجنينه او كذا هو طول الوقت بيهايلايت انه لولا لحد ما قالها بصراحه في مكان كده اللي هو لو كل البنات كان في بنت محجبه بعدها لو كلهم يلبسوا زي احنا ما كناش نبقى في المشكله دي فهو قالها بوضوح فده برضو بالنسبة لي يعني في مش هقول اختلال في الرؤية بس في رؤية أنا شخصيا حاسس أنه تجاوزناها أنا حتى فاكر لما في الجروب كنت بقول لهم أنا يعني سعيد بوجود الفيلم في اختيارات الجمهور لأنه فيلم أنا بالنسبة لي هيتحط في المتحف ده بعد 30 سنة فيلم هيبقى محتاج فيلم تسجيلي عشان يشرحه لانه كل العناصر اللي فيه عناصر ما بقتش موجوده دلوقتي مش هنشوفها ما فيش فيديو وما فيش شريط وما فيش صعوبه في الوصول للبورن وما في يعني اللي هو المساله فعلا ليها علاقه بتاريخ انتهى فانا متفاجئ ان هو لسه بس التفسير بتاع الميمز طبعا ده تفسير منطقي لانه الفيلم لسه لحد دلوقتي عايش لكن كموضوع وكمعالجه وزي برضو ما شاوي قال فنيا حتى وفكره الاستراكشر السايب اللي هو ممكن ابدل السيكونسز ببعض عادي جدا الفيلم هيفضل شغال كل ده يخليني اروح للناظر اكيد هو كمان في حاجه مهمه ان هو زياده على فكره اخلاقيه الطرح بالفيلم انه هو الفيلم بيقول ان الشباب مكبوت وقدراته ضايعه وكذا بس بيتعامل مع ان هم عايزين يشوفوا فيلم بورن ان هم بيرتكبوا خطيئه مذهله ان هم ازاي انت مضيع قدراتك الفظيعه والاحساس بالذنب في حين ان هو يعني ممكن نعيد تفكير كتير في الرؤيه دي يعني طيب انا الفوت بتاعي لفيلم ثقافي عشان نسمع رايك فيلم ثقافي يعني انا مختلف معاكم في عدد من النقاط اللي انتوا قلتوها النقطه الاولى الخاصه بتغير الاطراف بتوعنا او الشخصيات بتاعتنا داخل الرحله بتاعتهم لان الرحله ديت بالتحديد البطل فيها هو السعي اللي هم بيوصلوا له والرحله بتاعتنا قصيره الامد الى حد كبير واحنا بنستغلها زي ما تكون بلاتفورم علشان نبعت عدد من الرسائل او عدد من التعليقات وعلى فكره كتير منها بيتضاد مع بعضه سواء هم اللي مضيعين وقتهم ولا البنات هم اللي مزودينها ولا المجتمع هو اللي كبتهم ولا هم اللي خانقين نفسهم عموما لما بنيجي نتكلم على اي فيلم رود تريب على حد ذاكرتي افلام كتير بلاش اقول اي فيلم التغيرات اللي بتطرق على الشخصيات بشكل عام على ان هم يطلعوا من الشخصيات مصدقين حاجه تانية او مختلفه او كلام زي ده مش وارد يعني انا بسرعه جت في دماغي حاجات كوميديه برضو نفس الاطار ديو ديت بلينز بس انت بتتكلم على نهايه الرحله بس لما احنا بنتكلم عن بدايه الرحله ان هم الثلاث شخصيات دول شكل بعض هم الثلاثه مفيش فروقات بينهم مفيش كاركترايزيشن فرقه في ايه فرق ان انا طب ليه ثلاثه
طب ليه مش اتنين؟ طب علشان مش علشان الثلاثيات يعني. الكوميديا اللي هم بيعملوها وان كل واحد فيهم ليه حس كوميدي مختلف. احنا دايما لما بنتكلم على السيناريوهات الثانيه لو بدلت جمالهم ببعض في الفيلم مفيش اي فرق، مش شايفها برضو يعني ما أيوة ما كانتش مزعجة على اي مستوى في تجربة المشاهدة مع اي حد بيتفرج. ماشي، ما هم في النهاية انا عارف ان انا قدامي التلاتة. احنا مش بنقول الفيلم، احنا بنحب الفيلم بس احنا بنقول هل هو اعظم او اجمد من ده. احنا دايما ما انا شايف بقى ان هو اجمد. ازاي؟ هل الناظر ما فيهوش شخصية؟ انا شايف ان الناظر ملاش مش في مكانها. انا شايف ان الناظر is over glorified بصراحة. يعني انا دايما بقعد اسأل السؤال المعتاد واجه الجماهير. انا حسيبك انا شايف الناظر ممكن يتحط معايا في نفس العلبه مع افضل انتاجات احمد حلمي، مع افضل انتاجات محمد سعد، مع افضل انتاجات محمد هنيدي، ومش هنلاقي فروق جباره قوي لصالح الناظر اكتر من ان انبثق منها الشخصيه بتاعت الليمبي اللي بعد كده سيطرت على حاجات كتير جدا، وان ده ليه وزن كبير قوي جوه الاحداث بتاعتنا. وفي نقطه تانية ناس كتير بتزعل منها، وانا اسف ان انا راح اقولها بشكل مباشر، ان علاء ولي الدين توفى زي بالظبط ما الناس كتير بتجري لان الجوكر هو اعظم فيلن في تاريخ السينما لمجرد ان هيث ليدجر توفى. ف انا عارف ما حدش هيقول، بس انا عايز اقول لك حاجه، ما حدش هيقول ده في الاغلب الناس كلها هتقول انت لو فاكر الافلام بتاعت الجيل ده كله تقريبا اول عرضها الليمبي مثلا كان تحول لمصفى، الناس بتضرب عليه نار ساعه ما بينجح. والصعيدي الفيلم الوحيد اللي من لحظه ظهوره وريجاردس، وحتى علاء ولي الدين عايش، الناس كانت بتحتفي بيه وبتحبه وبتقول ان ده نموذج مثالي للسينما معاصره، ابطالها الجيل ده هو الناظر. يعني يمكن وفاه علاء ولي الدين ساعدت في الليجاسي، ساعدت في ان الفيلم يكمل لكن لا، الفيلم الناس فهمته وحبته وقدرته من اول لحظه، ما كانش محتاج علاء يموت عشان الناس تحبه. زي صعيدي في الجامعه الامريكيه، بس صعيدي لا، صعيدي كان بيتهاجم في نفس مستوى المهاجم. ازاي؟ لا نفس مستوى الهجوم اللي كان على الناظر، بس قصدي ان بكام على الليمبي والراجل ابو مطوه اللي جاي يعمل لي يعلمنا الصياعه مش نفس مستوى الهجوم، وهو دوت التعليم ومش هو دوت التعليم. يعني انا فاكر المرحله دي كويس. لا الناظر كان محتفى بيه فعلا زي ما شباب بيقول، محتفى بيه نقديا مش بس جماهيريا، كان في احتواء كده للحاله اللي اتعملت في الفيلم. يعني انا فاكر كويس اول انتقادات بتاعه الليمبي يا على الشخصيه بتاعته ودخلها. لا الليمبي فيلم الليمبي، شخصيه الليمبي ده فيلم الليمبي لما غنى بالظبط الكارثه بتاعت حب ايه وقضيه ام كلثوم وكذا، لكن بالعكس ده وقت الناظر كان الناس محبه الكاركتر بالرسائل بتاعت الصياعه والمطوه والمعرفش ايه والكلام ده. طيب خلاص احنا خلصنا، خلينا فانا انا الفوت بتاعي فيلم ثقافي. انتوا ايه؟ هو مين فين؟ ده الناظر احمر، احنا هنعده ولا ايه؟ فيلم ثقافي اخضر، فيلم ثقافي اخضر. واو تساوي، حاسس انهم قد بعض. هو ده ولا نو واي تو تيل؟ طبعا دي عارفها ازاي دي. هو فعلا واو. فعلا انتوا لو شفتوا المنظر من عندنا يعني تقريبا 50-50 يعني. يعني انا عشان انا مفوت فيلم ثقافي فانا شايف ان فيلم ثقافي اكتر طبعا. لا ايه ده؟ الايه؟ مش هتفرق. لا هو اوضح حاجه الكونترست بتاع اللونين ومش قادر احسن. طب احنا هنحسمها ازاي؟ هنلجا للاثنين واحد بس. يعني حاسس ان احنا بتوع فيلم ثقافي وي بوت اب فايت. يعني عملنا ماتش حلو والله. برافو علينا تمثيل مشرف. بليز اتفضل دوق بقى دوق. الافوكاتو ومراتي مدير عام. السؤال اللي شبه السؤال بتاع لعبه الست، اشمعنى مراتي مدير عام؟ المره دي انت اللي كنت بصوت مراتي. لا برضه كان برضه شبهي. انا بتاع القديم بس انا موافق عليه 100% يعني. انت ما تعرفش البلوت بتاعت مراتي مدير عام؟ لا هو ما فيهوش حرق. انت اتفرجت على فيلم فير بلاي اللي كان على نتفليكس الاخراني دوت؟ ان هما اتنين، هما زوج وزوجه في السلك الوظيفي الطبيعي، وفي المصلحه اللي بيشتغل فيها الزوج بيجي لهم خبر بان في مدير جديد اتعين عندهم، وهما منتظرين هذا المدير، وفي مشهد ساحر انا شايف ان هو افضل مشاهد الفيلم على الاطلاق، والموظفين كلهم قاعدين بيطلعوا اشاعات على المدير اللي جاي والصفات بتاعته والشبكات بتاعت العصافير والكلام ده. والمدير اسمه ينفع راجل وينفع ست. بالظبط. بيكتشفوا ان المدير اللي جه دوت هو هي شادية اللي هي زوجة صلاح ذو الفقار. وده بيدخلنا في عدد كبير قوي من المفارقات الكوميدية، لان ما ينفعش يعلن في مكان الشغل ان هما الاثنين متزوجين، فهي لازم تتسلط عليه داخل الشغل وهو لازم ينتقم لما بيرجع البيت. الاطار بتاعنا اطار كوميدي، ولكن على فكرة في اندرلاينج
ايموشنز رائعة جدا على مستوى تصدير الشعور بتاع الكب عند الزوج، لانه من جانب عاوز يبان زي ما يكون متحضر ومتقبل هذا الموضوع، مش شايف فيه اي حاجة غريبة، ولكن مع مرور الوقت ده بيترك اثر كبير جدا على حياتهم من جميع الاصعدة. ودي من الدواعي العبقرية بتاعت الفيلم، ان منهم اصعدة كتير حساسة جدا زي الصعيد الجنسي، زي صعيد شعوره بان هو الرجل المهيمن داخل البيت، مقابل انه دلوقتي بقى نص اليوم مضطر ينصاع للي هي شايفاه صح، وان في بينهم عدد كبير من الخلافات الوظيفيه واختلاف وجهات النظر داخل بيئه العمل. لك ان تتخيل بقى ان الشخصيات المسانده فيهم توفيق الدقن، وفيهم عادل امام، وفيهم يوسف شعبان، فانت بتتكلم على ترسانه رائعه جدا. على فكره هي نفس البلوت بتاعت فيلم فير بلاي اللي موجود على نتفليكس دلوقتي، بس نتفليكس بيتعامل معاه بشكل جاد وسايكوباتي، وعلى فكره رائع جدا، بس يخليك تقدر مراتي مدير عام اكتر واكتر يعني. وهو برضو كمان يعني من اللطيف ان القرعه تجيبه بعد فيلم ثقافي على طول، ان أوكي. فيلم مدير عام اللي اتعمل 66 قد ايه فيلم تقدمي جدا ومنفتح جدا، وبيطرح قضيه مجتمعيه مهمه وحساسه زي ما فيلم ثقافي بيطرح قضيه مجتمعيه مهمه وحساسه، بس بيطرحها بحس بروجريسيف جدا. Yes. فاهم انه احنا في دلوقتي المجتمع بيتغير، المرأة خرجت للعمل، ده بيسفر عن خبرات وتجارب اللي قبلنا الاجيال السابقة ما تعرضت لهاش، احنا بنخوضها لاول مرة وعلينا ان احنا نكتشف هنتعامل معها ازاي، بس بيطلع بيها بانتصار ان الحضارة تكسب، التقدم يكسب، ان الراجل يجب ان يقبل ان كل شخص ينجح في حياته، ان حتى الراجل المتزمت دينيا اللي كان رافض يسلم على الست بيقبل جوه البروسس لما يكتشف قد ايه الست قويه وناجحه وقادره في شغلها انه يغير فكرته للعالم. قارن مثلا الفيلم ده، دي مقارنه اظن كتبت في النقد كتير يعني، بين فيلم رادي مدير عام وبين فيلم اسمه تيمور وشفيقة. تيمور وشفيقة اللي هو فيلم كارثي كارثي، واحد ضابط حراسات، ضابط حراسات يخلي وزيره عبقريه في وعامله انجاز مهني في حياتها، ويخلي الجمهور يوافق على ان وزيره تسيب شغلها عشان استاذ الضابط يبقى فرحان وما يحسش بان رجولته واكله عليه ونقحه عليه، ان مراته وزيره وهو بيحرسها. شيء يعني ان السينما المصريه خلال 40 سنه ولا 30 سنه يحصل فيها ده. اكتر من كده، هو الاستاذه فاطمه انتاج سنه بكام؟ في الخمسينات. خمسينات قبلها كمان بعدد كبير من السنين، وبينتصر لنفس الرساله دي. وفي مراتي مدير عام كمان، يعني احب ارجع برضو بعيدا عن الموضوع، الفيلم كفيلم، صوت يا شباب، الفيلم كفيلم كصناعه، احنا قدام استثمار عظيم للمفارقة طول الوقت. يعني مفيش فكرة ممكن تخطر على بالك من مفارقة الزوجة اللي بقت مديرة لزوجها في, 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 في مجتمع عادة بيبقى شايف انه ده حاجة غريبة، مفيش مفارقة من الفكرة دي ممكن تخطر على بالك ومش هتلاقيها في الفيلم. كل المفارقات اللي ممكن تخلق ضحك او تخلق احساس درامي جميل موجودة، وما فيش احلى من شادية. يعني اللي ما تفرجوش على الفيلم ده، شادية حاجة ايقونية فعلا في تمثيل الحب، وفي تمثيل المواقف اللطيفة الكوميدية اللي تضحكك. يعني انا بضحك بصوت عالي عادة في الفيلم ده من شادية، مش من عادل امام ومش من شفيق نور الدين. عملت معاه مشهد موقف تسلطي جوه الشغل، وبعدين في وبعدين البيت قطع على البيت وهي يسونة وعدها بقى شوفي. يعني اداء يعني outstanding فعلا زي ما بيقولوا، سيكونسز على بعضها اللي هو تخطف قلبك كده، السيكونس بتاع لما راحوا اسكندرية عشان عيد جوازهم اللي كان فيه الضيف احمد. يعني انا النهارده الصبح كنت بتفرج على الفيلم تاني عشان اجهز نفسي، يعني انا دمعت من حلاوه اللي الضيف احمد بيعمله، مش من الضحك، لا دمعت تاثرا، لانه ده ممثل عظيم عظيم جاي في كلمتين محمدين وحسين وبتاع، وبيعملها في منتهى الجمال كده. يعني انت طول ما انت بتتفرج في هدايا بتتوزع طول الفيلم من اوله لاخره. عادل امام عادل امام لا يعني، هو دي كمان عنصر احنا كنا بنتكلم عليه، ان انت لو حد عايز يتعلم يعني ايه سيناريو، ده اللي كنا بنتكلم عليه. لو مقارن تاني ما بين فيلم وفيلم، الشخصيات بقى، كل بالزبط. شخصيه في الفيلم ده مهما كان حجمها عندها ارك، عندها رحله، وعندها راي في فكره ان عصمت دي تبقى مديرتهم، وخلال التجربه علاقتها بالشخصيه وبالموقف وقرارها بيتغير في النهايه. انت بتوصل في فصل النهائي ان كل الناس اللي جوه المكتب دول 7 أو 8 شخصيات كل واحد فيهم بياخد خطوه في حياته او بيغير حاجه في افكاره من ورا اللي بيحصل، وده انجاز على صعيد كتابه سيناريو مدهش جدا.
ده زي ما كنا بنقول الناس عايشين موظفين في نفس الشركه عندهم نفس الظروف، بس انت بتتفرج على رحله كل واحد منهم مع نفس الموقف. فيعني واضح التميز. بس كمان عشان برضو الافوكاتو فيلم كمان فريد من نوعه. يعني هو مش شكل حاجه عادل امام بقى بعد 20 سنه الايماكس برو بتاع عادل امام. هو بالمناسبه هو يمكن هو من الافلام اللي اسست للبرسونا اللي عادل امام هيعرف دلوقتي ينتجها بعد كده. يعني انا كتبت قريب حاجه عن الشخصيات الدراميه، الشخصيات الكوميديه في تاريخنا، ان دايما في ثلاث مستويات للشخصيه الكوميديه في الدراما المصريه. في نموذج عادل امام، سوري، نموذج اسماعيل ياسين، نموذج محمد سعد اللي هو الدامبرز، اللي هو الشخص اللي قدراته محدودة، اللي انت بتضحك من وراء انك بتشوف ازاي هو بيتصرف مع المواقف بشكل سخيف جدا او غبي جدا او غير متوقع. انت عمرك ما هتحرج نفسك زيه كده، فبتضحك من الاحراج اللي بيتعرض له، اللي انت مش هتعمل في نفسك كده. وفي المستوى بتاع فؤاد المهندس اللي هو الافريج بيرسون، اللي هو شخص عادي مش غبي ومش ذكي، بس بيتحط في موقف اكبر منه وبيحاول يتعامل وفق الكوميديا بيولدها، انه دايما راجل عادي موظف بسيط يلاقي نفسه بيطارده مستر اكس اكبر مجرم في العالم، بس هو مش اغبى منك ومش اذكى منك. وفي شخصيه لارجر ذان لايف اللي هي البراند بتاعها هو عادل امام، هو الشخص اللي استمتاعك مش جاي من انه اغبى، لكن انه اذكى بكتير، من قدرته على انه يخرج من مواقف انت لو فيها مش هتعرف تطلع بالطريقه دي، لكن هو بشكل مبهر وكوميدي بيعمل ده. ومفيش نموذج اكتر من حسن سبانخ. ده حسن سبانخ شخصيه صحيح. مواقف وقضايا تبدو معقده ومقفوله تماما، هو بيلاقي طريقه انه يعمل شو يطلع منها كسبان ويطلع منها منتصر. وهو فيلم كمان خطير جدا على مستوى الخطاب او الرساله اللي بيطرحها، هو انه بيهد كل المنظومه. يعني هو بيقول ان دايما في مقدسات في مصر، القضاء، الجيش، الكذا، هو بيفكك ده من جواه. ولذلك هو كان فيلم مزعج جدا، وشهره مرتضى منصور بدات من انزعاجه من الفيلم ده، انه ازاي بتطلع المحامين كده والقضاه كده، لان هو بيقول ان السياق الكوميدي ده اللي عارف ان هو اللي منعه كان قاضي هو اللي اصدر حكمه، مستشار مرتضى منصور هو اللي منع فيلم الافوكاتو ولما استكمال العرض، ولما حكمه ترد استقال على المنصه. أيوه، اول مستشار يستقيل على اصغر مؤلف قانون في مصر. فيعني هو انت لو بنفكر ان عادل امام ليه صوره كده عندنا في ذهننا، اللي دايما في ناس بتنتقدها وفي ناس بتحبها، الشخص الذكي السكيلفول خفيف الدم اللي كل الناس بتحبه، اللي كل الستات بتقع في غرامه، اللي بيضرب كل الناس. فتجسد المثالي للبرسونا المحبوبه دي واللي ما فيهوش مبالغات ينفع تنزعج منها، هو حسن سبانخ، هو الافوكاتو. طولت ناس. لا خالص، لا لا خالص. فوتنج تايم. عايز تقول حاجه؟ لا انا تمام. انا فوتنج تايم. انا مراتي مدير عام. اوبا، انا الافوكاتو. اورايت، انا مراتي مدير عام. انا يعني ما بقدر مين ايه، مين لونه ايه؟ مراتي مدير عام الاخضر. الاخضر، اخضر، احنا كسبانين. اخضر اكتساح. اوه اورايت، اخضر اكتساح. مع ان الناس ادتني في الانطباع في الاول ان انتم مش شايفين مراتي مدير عام. اورايت، انا سعيد لان انا اخترت الفيلم ودافعت عنه. مراتي مدير عام يتقدم. وصلنا لدور الثمانيه. وصلنا لدور الثمانيه في قد ايه بقى؟ 9 و10 دقايق. حلو. هو المفروض ان بعد كده اسهل، يعني بتبقى المفروض تفتكروا ثيوريتيكلي فعلا احنا اسهل. دور الثمانيه. وسؤال مهم دلوقتي، مش بنتكلم عن الافلام بقى بشكل مجرد، احنا بنتكلم على المقارنات. دول دبده. اختيارك لسه موجود؟ اختيارك لسه موجود؟ ما كانش الهروب؟ ما كانش. وانت؟ انا عارف. موجود لسه. اختيارك لسه موجود؟ في ناس خرجت؟ واو. ابراهيم الابيض الاول، فاكيد كنت اختار مين؟ الهروب؟ ليك اصدقاء؟ انت اخترت بقلبك مش بعقلك. واو. زوجة رجل مهم والحريف. انا حاسس ان المواجهه دي خان يقابل خان. المواجهه دي حصلت في السيناريو، في حلقه السيناريو، مش عارف حصلت. مش فاكر مين اللي كسب ساعتها. زوجة رجل مهم. زوجة رجل مهم اللي كسب الحريف كسيناريو. وانا قاعد كسيناريو. كسيناريو ممكن. ايوه ايوه، في السيناريو. ومع شريف نجيب وهو ممكن السيناريو. صح.
بس انا بالنسبه لي الحريف طبعا. اوكي بيقول لك جدال احنا مش نتكلم على الحريف بقى، احنا ما اتكلمناش عن الحريف، ما اتكلمناش على الحريف تقريبا خالص. ما خدش حقه جوهد. الشخصيه بتاعت فارس دي هي شخصيه يونيك في رايي، هو افضل بنى درامي للشخصيه غير outstanding في الشخصية. يعني عادة احنا الشخصيات اللي بنحبها في تاريخ السينما المصرية شخصيات اولا فاعلة وعندها سمات واضحة في شخصياتها، عندها خفة ظل مثلا، عندها قدرات على الخروج من المواقف، عندها قوة عضلية، عندها اي حاجة. شخصية فارس هي شخصية محمد خان اولا خد قرار واعي انه يعمل ثلاث افلام بطلهم هو نفس الشخص اللي هم طائر على الطريق، الحريف، فارس المدينة، ولكن يحطه في سياقات مختلفة. ممكن لو حابب تفسر ان هو نفس الشخصية تفسر، ممكن لو حابب تفسر ان هي ان هم تجليات مختلفة لاشخاص بينتموا للنوع ده من البشر، تمام. لكن هم كلهم فيهم حاجات متناقضة جدا. اولا ان هم نبلاء زي ما الفيلم بيقول، فارس هو فارس، فارس بمعنى انه بيرتكب اشياء القانون ما بيحبهاش، ممكن الناس تفسرها ان هي خارجة عن القانون او خارجة عن العرف او خارجة عن الدين، بس هو عنده كود اخلاقي خاص بيه بناء عليه بيحكم على دي. نرجع لفيلم مثلا خلينا في الحريف، ان هو بيمارس الجنس مع جارته الست الوحيده. ناس فينا اصلا. هو بيوافق ان يمارس جنس مع جارته الغير متزوجه، لكن لما في واحده متزوجه بتعرض عليه، انا مش فاكر ده الحريف ولا طار على الطريق، هم مساحوا في ذهني، ما اظنش في الحريف، طار على الطريق. كان طار على الطريق. هو بيرفض انه يمارس الجنس مع واحده متزوجه لانه ما بيعملش كده. هو فارس بتاع بيتاجر في العمله، واللي هو يعني بيبدا في الحريف لما بيتعرف على صاحبه وبيبدا يخش في والبذره كانت جوه الحريف انه ما كانش عنده مناعه، فهو بيرتكب جرائم وبيتاجر في العمله وبيعمل كذا، بس هو لما الناس كلها هربت وما التزمتش بتسديد التزاماتها في فارس المدينه، هو الوحيد اللي قرر يبيع اخر جنيه يمتلكه لانه التزم قدام راجل بانه راجل في كلمته، فارس ما بيرجع اسمه فارس حسن الهلالي حتى في الفيلم فارس المدينه. وهو غير ده وده اللي بيدي الشخصيه عمق ليها كمان، ان هي شخصيه سيلف ديستركتيف جدا. يعني انت يبدو لك ان هو ذكي وقوي وكذا، لكن هو بيتعمد بقصد او بغير قصد يدمر كل حاجه في حياته، هو نفسه بيفسد علاقاته باللي حويه، هو نفسه بيفسد صداقاته ويفسد زوجته. والحريف هو عنده دومستيك فايلنس، بالظبط عنده مشكله دومستيك فايلنس، وهو وصلته الاخلاقيه زي ما كمان بتقول مرتبطه بكود خاص بيه هو ملوش دعوه العالم بيقول ايه. مثلا على مستوى الماتشات ما كانش عنده مانع ان هو يدخل عنصر الفساد داخل تكبير بعض المباريات، بالظبط. والفيلم بيعمل حاجه كمان انا بحبها جدا، الحريف تحديدا، انه بيبدا في مرحله متاخره جدا من من حياه الشخصيه. يعني مرحله الافول، انا بحس انه الشخصيات اللي بتتولد مع الفيلم دي بيضعف الفيلم جدا، انك يجي لك بطل ابيض نيوترال ويبدا يحصل له حاجات تخليه يتحول لبني ادم. انت لما تقارن ما بين اللي حصل لفارس قبل الفيلم واللي حصل لفارس جوه الفيلم، تحس ان الفيلم كان ورا يا جماعه، الراجل كان بيلعب كوره وبعدين اتخانق مع مدربه واتطرد من النادي، وبعدين بيشتغل في الشغل واتجوز واحده بيحبها، وبعدين بدا يتخانق معاها ووصل لحظه انه مد ايده عليها فانفصل، وبقى عنده مشكله تتعلق بعلاقته بيها وابنه، وعنده مشكله في علاقته بابوه وامه، وعنده مشكله في الشغل اللي هو يا دوبك بيروح يقوم ويغيب بسبب الحس السيلف ديستركتيف اللي عنه. ايه بقى اللي بيحصل جوه الفيلم؟ ان احنا بنتفرج على تجليات كل هذا الماضي المعقد في حياه بني ادم. لو حاولت تشوف اللي حصل له جوه الفيلم وبخلاف البلوت اللي بيتخلق كده عشان يشبك المصاير اللي هو بتاع الجريمه اللي بتحصل في العماره، هو اكشوالي الدراما بقى الحراقه حصلت قبل الفيلم يبدا مش جوه الفيلم. لكن اختيار الواعي بان انا بتفرج على كاركتر زي ده عايش في المكان ده في الزمان ده، والاهتمام الواضح بان الفيلم يبقى واقعي يتصور في اماكن حقيقيه في شوارع حقيقيه، في اختيارات من مثلا انك تلاقي ماشي في الشارع والشارع فيه اكياس مرميه، اللي هو اسهل حاجه انك يعني مش هيغير الشارع، مش هيرصف الشارع، بس هيخلي الانتاج يكنس الاكياس، لا انا هصور هذا القبح اللي بيقول حاجه عن نمط الحياه اللي عايش فيها فارس، واللي بيقول ليه لما بيتم لما بتحدث جريمه قتل جوه العماره اللي بيتهموا فيها تلقائيا هم اللي ساكنين على السطوح، ما حدش بيفكر ان ممكن يكون حد من اللي ساكنين في العماره نفسها او حد من بره، انت روح لم العيال اللي ساكنين على السطوح لانه في الاغلب اللي هيكون قتل واحد منهم. فهذا القدر على تكثيف
هذه القدرة على تكسير الحياة والمجتمع وعرض شخصية أدبية جدا. يعني شخصية فارس هي شخصية ينفع تكتب عنها رواية إيزيلي. عشان كده انا بحب الفيلم عشان كده بقول لك انا. وتاني الفرق بقى فيلمين محمد خان ويمكن زوجة رجل مهم يبقى سيناريو إلابوريت اكتر. يعني ما بتقول ان هو كسب, انا ممكن لو بنتكلم على عنصر السيناريو بس قد يكون زوجة رجل مهم في صنعة سيناريو اكتر, في ستراكشر اقوى طبعا. بس قدر الحب اللي محمد خان بيكنه لفارس ولما قارنه بقدر الكره اللي بيكنه لهشام يخليني طبعا انا اختار فارس وانا مغمض. يعني مش عارف انتوا واخدين بالكم ولا لا, بس احنا مواجهات دور الثمانية فيها ثلاث مخرجين بيواجهوا بعض نفسهم, بيواجهوا نفسهم. عندنا داوود عبد السيد, عندنا شريف عرفه, وعندنا محمد خان. حلو يا لا انا هروح للحريف. يعني زي ما شوقي قال, يعني امال ده كسب ازاي في حلقه؟ ما هو ستراكشر وايز, هو فعلا ستراكشر وايز سيناريو. هروح لزوجة رجل مهم 100%, لان انا شايف انه الحريف كسيناريو ممكن يتلعب فيه العاب كتير, ممكن اضيف عليه وممكن اشيل منه واتحرك بحريه بشكل كبير. مش اللي هو بنقول عليه مش محكم كحاجه تتحكي. زوجة رجل مهم فيه احكام اكتر, فصوله واضحه ومحدده وبتنتقل بشكل تراكمي, من بتاخد من بعضها كده وتتطور بشكل واضح. فعلى مستوى السيناريو اكيد زوجة رجل مهم اقوى, بس الحب اللي شوقي بيتكلم عنه, التفهم لكل الشخصيات, الاثر اللي بيسيبه جواه كمان الفيلم. يعني زوجة رجل مهم بيعلم فيا, بس اللي هو التعليم اللي هو ايه, انا من بره شوية وبراقب, لكن في الحريف لا, انا في حاجات دايما بتمسني تحت الجلد يعني. فانا بروح للحريف برضو. انا بروح للحريف من غير العاطفيات الزايدة تجاه زوجة رجل مهم. انا ما بحبش فصل النهاية في زوجة رجل مهم, ما بحبش تفصيل الجانب الابيوسف في العلاقة في زوجة رجل مهم, ان هو كان احادي النغمة شويتين. كنت احب ان الشخصية يكون فيها درجة من درجات الابتزاز, انك بتعمل كده وبتعمل كده, شوية كويس وشوية مش كويس, اللي هي التوكسيك ماسكولينيتي بتعرفها الاحدث شوية. لو كان الفيلم لمس في ديات اكتر كنت ممكن احترم التايملسنس بتاعته شويتين. بس هو كان كده فعلا. لا ما كانش كده. لا هو كان البداية كان بيحبها جدا. لا انا بتكلم بعد الانقلاب بقى عنيف فقط. احنا كنا عاملين نتعرف على فصل ورا فصل, مجرد عنف, مجرد اهانات, مجرد اتهامات, مجرد هو اقول لك برضو يعني كان هيستيريا اكتر من اللازم. هو بيتماشى مع النص وجهة النظر اللي انت قلتها, ان هو مش بيبص لهشام كهشام, هو بيبص له كمايكروكوزم او نموذج للانسان لما بيتحط في موضع سلطه تفسده نفسيا. وبيقول لك ان هو قد ايه كان شاب لطيف وبيحبها وبيستغل سلطته دي في انه يبهرها, لكن مع الوقت تحول لانه يبقى شخص شرير. لكن هو يعني موضوع كان محتاج عشان يبقى شخص يتصدق اكتر. ان ده تحول نفسي ممكن يصلح انه يطبق على بني ادمين. اعتقد ان الجانب بتاع الستيريو دوت بدل ما هو مونو كان ممكن يبقى احسن شويتين. معلش انا اسف ان انا برمي بشكل صادم شويه. خلينا راي الناس. الحريف اخضر ولا الحريف اخضر؟ حريف اخضر. وارض الخوفة. لا مش ارض الخوف, زوجة رجل مهم. الحريف. اكتساح. الحريف يتقدم. ارض الخوف والكتكات. كده شوف The Titans. داود عبد السيد يقابل داود عبد السيد. انا عارف الفوت بتاعي. نبدأ انت. وانا عارف الفوت بتاعي برضه. طب ما تبدأ وقول حد يقول حاجة. عايزين تقولوا اي حاجه صحيح. احنا ليه بنتكلم افلام كويسه واحنا يعني دول ما في ملح حلوين فما كناش عليهم لان هم يعني شرط يعني. لا بس في المواجهتين دول احنا ما اتكلمناش عن الفيلمين فعلا. الفيلمين دول بالتحديد اصلا دخلوا كده اللي هو تسكيه. انا بالنسبه لي ليه الارض الخوف اهم او مش اهم او يعني افضله هنا. الحمد لله تصوت صوتوا جدا لارض الخوف على حساب الكتكات, لانه الكتكات فيه انجاز كبير جدا على مستوى الكاركتر بتاع محمود عبد العزيز الشيخ حسني, كاركتر ايقوني. لكن بره كده ممكن برضو انا يمكن غصب عني بميل للحاجات اللي فيها تركيب اكتر, اللي فيها شيء ينبني عليه شيء اخر. الحكي العرضي او البانورامي للشخصيات من غير مفصلات واضحه قويه بتنقلني من فصل لفصل, بستمتع بيه
بس لما باجي احطه في مفاضلة مع فيلم اخر بقيه العناصر الفنيه بين الفيلمين ممكن تتساوى، يعني كصوره كمزيكا كتمثيل ككل العناصر الثانيه ممكن تبقى قريبه من بعضها جدا، فغصبا عني بميل للستراكشرد اكتر اللي هو واللي فيه لايرز اكتر. يعني برضو الكيت كات فيلم مش هتلاقي ابعد بكتير من اللي انت شايفه، في معاني فلسفيه حلوه، في احساس بفكره حلاوه الحياه وازاي نشوف الدنيا وازاي نتعامل معاها والكلام ده كله، لكن مفيش اللي هو احنا عندنا 7 طبقات في ارض الخوف. يعني في اللي هو ممكن احكي ارض الخوف كفلسفه الوجود من خلق ادم حتى الان، ممكن احكي ارض الخوف كفكره سياسيه ثوريه، ثوره يونيو عملت ايه في ابنائها وتخلت عنهم ازاي ونسيتهم وبقوا بيبعتوا جواباتهم محدش بيرد عليهم، ففي عندي الليفل السياسي ده، وعندي الليفل بتاع الحدوته البوليسيه او الحبكه اللي هي اللي فيها ضابط عندك لير وجودي كمان، وفي يعني فالطبقات الكتير دي ما اقدرش. طب انا عايز اقطع بقى نعمل انجيجمنت شويه انه هل فعلا لو نحينا الجانب الوجودي والجانب السياسي اللي ليه علاقه بازمه الجيل داود عبد السيد وازمه رحله ادم دي، هل فعلا ارض الخوف فيلم بوليسي ممتع؟ لا ازاي؟ لا طبعا بوليسي ممتع جدا. لا خالص، ده ايجنت اندر كفر بيتنسي. اوكي هو بيتنسي بس الستوري نفسها لو نحيت من قيمتها او معناها، رحله يحيى المنقباني دي فيها حاجه ممتعه؟ انت اصلا انت بتشوفش ازاي هو بيصعد، ازاي هو بيموت حد ففجاه بيتحول لتاجر مخدرات كبير؟ يس المدخل بتاعه فكره اكتسابه الشعبيه من انه بقى بودي جارد وما اعرفش ايه لغايه قصدي هل الرحله دي احنا دايما اصلا انا مشكلتي مع الفيلم، انا بحب الفيلم جدا يعني داود عبد السيد هو المخرج الاقرب لقلبي على الاطلاق، بس انا بحس ان الارض الخوف النقاد يعني مش احنا بقى الاجيال اللي قبلنا ورثونا مجموعه من الاشياء اللي بتتقال عليه، وهو بيلعب لعبه اكيد ما كانتش في دماغ داود عبد السيد بس هي اصبحت موجوده شئنا ام ابينا، مش فير ان هو بيحسس المشاهد انه ذكي لما تبدا الفيلم تقول له ادم انت اسمك الكودي ادم وادي التفاحه وادي كذا، المشاهد يقول لك بص انا خلاص انا لقيت فيلم بقى مليان افكار وانا هربط وده بيحرق كذا فاوكي هي حلوه، بس هي الحقيقه مش محتاجه اي ذكاء عشان يعني مش معقده. يعني الناس دايما بتتكلم ان الفيلم ليه ليفل بوليسي وليه ليفل سياسي وليه ليفل وجودي لو فهمته، لا الحقيقه لو كل الناس فاهمينه وما فيهوش بس هو تعقيد اللاير الوجودي بيفرق كتير في قيمه الفيلم. لو احنا بنتكلم بالنارتيف ده، لو احنا بنقول ان دي ميزه لا انا 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 بيكون اعتراضي الوحيد على الموضوع دوت فهو انك تعتمد على القيمه الوجوديه او القيمه السياسيه بتاعت الرساله اللي انت بتقدمها وما تقدمليش لير ابروتشبل اللي هو مغامرات الراجل دوت داخل عالم المخدرات وصراعه النفسي دوني براسكو ذا ديبارتد انفيرنال افيرز الامور دي كلها اللي تعرضت له واللي هو عنده على مستوى البلوت اللير الاولاني بتاع الحدوته عنده حاجه مش موجوده في كل الافلام دي، فهو فكره انه اتنسى دي كبلوت بعيدا عن السياسه وبعيدا عن الجانب الوجودي، فكره المتناسه دي مرعبه. تاخد بالك ساعه ياس احنا عدينا الوقت. كيت كات انا ليه كيت كات بقى؟ لانه انا رايي ان ده فيلم مكتمل، يعني ممكن اتفق مع وائل انه مش الابوريت قوي على مستوى السيناريو، انت مش بتحس ان انت في فصول واضحه قدامك، انت مش بتتابع رحله واضحه المعالم، لكن هو اختيار الفيلم انه يرسم لوحه. انت لو حد حاول يقرا الروايه اللي هي روايه قصيره جدا ملك الحزين بتاعت ابراهيم اصلان، اولا هتندهش ان ازاي حد قرا الروايه دي وفكر انها تعمل فيلم، لان هي روايه غير سينمائيه على الاطلاق. ثانيا روايه مختلفه كل الاختلاف عن الفيلم، يعني هو خد منها اسامي شخصيات وغير منها شويه علاقات، يعني مثلا يوسف في الفيلم في الروايه مش ابن الشيخ حسن. اوكي. وعاد خلق عالم عشان يرسم رؤيته عن في رايي عن الشخصيه المصريه، عن ازاي هذا الشعب او هذا الانسان المصري عاجز، وبرده من ضمن الكليشيهات اللي بتردد والهداود عبد السيد نفسه مش راضي عنها انه يفقد البصر لكنه لا يفقد البصيره، انه لا هو بيقول هذا الرجل اعمى
واول اسباب اعترافه او يعني اول خطوه لازم ياخدها عشان يتخلص من عجزه انه يعترف بالعجز ده، وانه قد يبدو لطيف انه بينكر العمى وبيتظاهر بانه بيشوف في الضلمه وفي النور، لكن لو هو فعلا عايز ياخد خطوه حقيقيه وعايز يتصالح مع ده لازم يكشف ضعفه زي ما هو عمل مع العالم كله، زي ما كشف ضعف العالم من خلال المشهد بتاع العزاء والميكروفون، فحصل نوع من التطهر الجماعي. وان مثلا وائل بيقول هو شخصيه شيخ حسني، بس يعني الشخصيه اللي عندها ارك درامي اوضح هو يوسف. الشخص اللي عنده ازمه في التصالح مع مجتمعه والتصالح مع ابوه والتصالح مع السياق اللي هو عايش جواه، وده مكتفه لدرجه انه عجز جنسيا عن عمل علاقه، يعني ودي مشهد كده بربع جنيه بس مذهل، ان هو المونولوج بتاعه اللي بيتكلم فيه مع عايده رياض وبيقول لها وانا كذا وانا كذا، انا حتى ما قدرتش اكون راجل معاكي، فابوه معدي جنب الشباك سمعه فساب ده كله قال له اخص الله يكسفك. يعني هو ازاي شكلين من البشر بيشوفوا العالم وبيتعاملوا مع العالم، ورحله هل يوسف هيكبر عشان يبقى الشيخ حسني ولا الشيخ حسني هينضج ويبقى يوسف. اوكي فيعني فيلم، وبعدين عنده اجمل تتابعات بدايه في تاريخ السينما المصريه، اسامي لما تطلع داوود عبد السيد كذا على موسيقى سيد مكاوي والبلبل غنى، وبعدين الحكايه الحالمه الفظيعه عن الست والجنيه، وبعدين يقول له طلعت مين طلعت امك نكته، يعني مشهد ست دقائق بيكثفوا روح الفيلم وقد ايه الفيلم ده جمع قدر هائل من المواهب الاستثنائيه وكانوا كلهم في الفورمه وعملوا، يعني دايما الحاجات الكويسه يقول لك ان يبقى التوتال اكتر مجموع اجزائه، يعني انت جبت 1+1+1 ما طلعوش 4 طلعوا 7، لان هم لما اتجمعوا مع بعض عملوا ده. طبعا ده مش معناه ارتخوف فيلم هايل وعظيم، بس انا بحس ان التجربه الفنيه في الكيك اكمل. هو زي ما انت قلت، هو يعني دي مقارنه، القاسم المشترك الوحيد ما بينهم ان هم الاثنين افلام في النهايه. ده زي بالظبط لما نيجي نتكلم على منتخب مصر ونقول هو بوتريكا كان بيعمل اجوان اكتر ولا حضري كان بيصد اكتر، يعني دي حاجه، ده فيلم ببلوت، ده فيلم من غير بلوت، دوت مركز على حاجه، ده مركز على حاجه تانية. وائل بيحاول ان هو يكتل اكتر على قيمه اللايرز اللي موجوده في ارض الخوف، بينما الكيت كات ممكن يكون درجه اللايرز اللي فيه اقل او الدنيا ابروتشبل بشكل اوضح، ولكن عنده المكسبات الطعم والنكهه مختلفه تماما وناجحه الى حد كبير. فانا الفوت بتاعي كيت كات برضو، لان حاسس ان الفوت في الماتش ده بالتحديد تفضيلي بحت. يعني مين اخضر؟ كيت كات اخضر. لا كيت كات احمر. كيت كات احمر ولا اخضر؟ لا في الـ ده في الدور الاول كيت كات اخضر، بعد كده اللون غير. اوكي كيت كات اخضر، كيت كات يفوز صح. كيت كات موافق. واضح. موفينج اون، خد بالك احنا الوقت خلاص. محتاجين نكون اسرع شويتين. يس. طيور الظلام والارهاب والكباب. انا محسومه بالنسبه لي. وانا محسومه بالنسبه لي. بس يعني محتاجين نقول ليه ولا يعني هقول سريعا. ان هما تقريبا الفيلمين جوه نفس المرحله من لنفس البطل ونفس المخرج ونفس المؤلف، والاثنين بيطرحوا نفس الهم بتاع اللي هو الشيء المكرر في سينما وحيد حامد، العلاقه ما بين المواطن والسلطه والسعي للكرامه، ان دايما التيمة المهمه عند وحيد حامد اللي متكرره في كل او اغلب اعماله هي سعي المواطن لكرامته. والاثنين بيدوروا في نفس الاجواء، بس اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده بوضوح انه انا طيور الظلام فيلم ذكي جدا وفعلا فيلم ميمرابل وميمي جدا، يعني مليان ميمز ومليان مواقف بنتكلمها وعبارات. ميمابل ميمي ديت عشان ميمابل، بس ميمابل يعني تحسنا ميمرابل. ف السينما بقى في الرهاب والكباب ازاي الموضوع المتقارب بيتحول لنص وتنفيذ وتصوير وفيلم فيه انجاز، انه ازاي هو قرر ان المجمع التحرير ده عامل زي المتاهه والناس بتتحرك فيها زي الفيران اللي جوه المتاهه، فيخلق الجغرافيا المكانيه وشكل الانتاجي والموسيقى بتاعت مودي الامام اللي بتدي نفس الانطباع. الفيلم فيه منجز بصري وسردي سينمائي بغض النظر عن موضوعه، في حين ان طيور الظلام هو قيمته الاساسيه قايمه من موضوعه ومن شخصياته. وانا ابالغ بقول انه طبعا يعني دي مبالغه ومش حقيقيه، بس لو سمعت التراك السوداء يعني سمعت طيور الظلام وسمعت ارهاب والكباب هتخسر طبعا من الاثنين، بس هتخسر من ارهاب والكباب كتير جدا، مش هتخسر كتير قوي لو سمعت طيور الظلام، لان يعني طيور الظلام هو مواجهات لفظيه مكتوبه ببراعه هي اللي متحمل عليها قوه الفيلم. صحيح. كلر باي نمبرز شويتين طيور الظلام.
بينما الارهاب والكباب لوحه معقده اكتر شويه. لا، وطيور الظلام يعني في الحقيقه شخصياته كشخصيات دراميه يعني ابعادها مش كتير، يعني اللي هو اقرب للتو دي، هو اقرب لانه يحط شخصيات تمثل افكار يا. يعني فكره اللي هو الشخصيه اللي تمثل الاسلام السياسي او التيار المتطرف او والشخصيه اللي تمثل الفساد المدني او المديني او كذا، وشخصيه السياسي الحالم صاحب الافكار او اليساري او كده اللي هو احمد راتب. فهو حاططهم في قوالب شويه عشان هو كان في باله فكره عايز يطرحها، الصراع على البلد دي ما بين الاطراف الثلاثه ممكن يتحسم ازاي. فذهني قوي، طيور الظلام فيلم ذهني، صعب تتعاطف مع شخصياته او تحس ان انت متفاعل معهم او متفاهم مواقفهم، لكن هتفكر معهم وتفكير ممكن يبقى اقرب للمقال السياسي. الارهاب والكباب لا، فيلم انت بتشوفه باحساسك. تمام. طيب احنا انت بتصوت؟ احنا عموما احنا ثلاثه بنصوت ارهاب والكباب، فهو الموضوع خلصان، بس تعالوا نسمع منكم اللي هو اخضر الارهاب والكباب. طبعا اكتساح ده، دي اعلى نسبه. ايوه. المباراه الاخيره في دور الثمانيه، الناظر يقابل مراتي مدير عام. الناظر طلع بالعند فيا. انا مع مراتي مدير عام. هو مراتي مدير عام طلع بالعند فيك. صح، والناظر طلع بالعند بس انا مع مراتي مدير عام. وانا مراتي مدير عام. بس دي متوقعه مني، انتوا بتتفاجئوا ليه؟ ما رأيي كان باين من قبل كده. مراتي مدير عام اخضر، الناظر احمر. اوكي. دي اول مره تقريبا احنا عكس الناس تماما. طب محتاجين نقنع الناس ولا يا كان نفسي والله، بس هو ما فيش وقت. هو يعني ان هم فيلمين برضو في الحقيقه، الفيلمين ممكن نعتبر ان هم جونرز غير بعض شويه. مراتي مدير عام فيه كوميديا، بس هو بالاساس ممكن، حتى انا فاكر يمكن في الجروب قلناها انه رومانتك كوميدي مصري، يعني اللي هو رومانتك كوميدي قبل ما التصنيف ده يبقى معروف بره ولو ستراكشر معين بيتكرر وكذا. ففي شويه اختلاف في الجونرا، بس الناظر هو خلاصه تجربه الجيل، التجارب الكوميديه اللي ظهرت بعد اسماعيليه رايح جاي اتجسدت في احلى حالاتها في الناظر. لكن ده مش معناه انه يبقى فيلم اقوى او اقيم من مراتي مدير عام. انا شفت الناظر كتير، اكتر فيلم شفته في دول كلهم الناظر، ولسه شايف ان هو في بعض الفصول الهزليه اكتر من اللازم، لدرجه ما بقتش فاهم هي اصلا ما بتضحكش بالقدر الكافي كمان. مش عارف الكونغ فو اللي نازلين له من السقف يعني في شويه حاجات ما عجبتنيش، عشان كده انا بقول هو ادينا خرجناه. بس هو عموما كده احنا اللطيف ان السيمي فاينل السينما الجد والسينما الكوميديا الحلوه والسينما الجاده. وطبعا فيلمك لسه موجود طبعا، خان داوود شريف عرفه وفتحي عبد الوهاب كمان مخرجين الاربعه يعني. فيلمك لسه موجود؟ فيلمك لسه موجود؟ لا خرج. لا ايه مالك مندهش ليه؟ اتفاجئت بصراحه. لا لانه مش الهروب، بس هو خرج. مش الهروب، خرج ازاي يعني؟ طيب وانت؟ فيلمي لسه موجود. هو ده مايكي شغال يا جماعه؟ طيب الحريف والكيت كات. بسرعه بقى، بسرعه. محتاجين احنا قدامنا قد ايه وقت بالظبط عشان الناس تبقى معانا في الصوره؟ 10 دقائق. قدامنا 10 دقائق. 10 دقائق ربع ساعه بالكثير، فانت عشان تبقوا معانا في الصوره. طب مش لدرجه ان انتوا، طب واحده. طيب الحريف والكيت كات واضح ولا مش واضح؟ يعني هم دول اكتر فيلمين بحبهم على الاطلاق. اوكي. فيعني مش عارف. اوكي. تيجوا على سبيل التغيير، تيجوا على سبيل التغيير ناخد الفوت بتاع الناس الاول وبعدين. ماشي اوكي. ده ايه ده؟ مين ويتش وان از ويتش؟ الحريف احمر؟ 50-50 ما اتحسمتش؟ اولموست 50-50 يعني. يعني حتى مش محسوم. اولموست 50-50. تمام. ما تمام بس ما يعني. طب انا يعني انا بالنسبه لي في الفرق بين الاثنين، لان فعلا برضو انا عزيتهم تقريبا واحده عندي، وكنوع هما الاثنين شبه بعض بالنسبه لي، فكره ان احنا الكاركتر دريفن موفي. الحريف بس كتجربه سينمائيه انا متعاطف معاها اكتر، تجربه مجموعه سينمائيين
قرروا يعملوا شركه افلام الصحبه في شركه الصحبه بشيري الديك وعاطف الطيب ومحمد خان، وكان معاهم سعيد شيمي وناديه شكري. ناديه شكري المونتيرا وسعيد شيمي المدير التصوير. وقرروا يعملوا شركه يعملوا بيها فيلم يعرضوه على عادل امام عشان يعملوا الحاجه اللي نفسهم فيها بنجم ممكن يشيلهم وتؤدي هذه التجربه، لانه الشركه دي تفشل تماما والناس دي تفلس وحاجات كده. دي تجربه اتعاطف معاها بقلبي، فعشان كده اروح للحريف. انت بس مش مقرر؟ مش مقرر. ما هي فيها سوينج ديفنتلي، مش هتطلع 3-0 صعبه. طب ما حلوه الفكره دي، صح؟ ايه كتكات؟ عندي مسببات للاثنين بجد. انا كل العناصر اللي بحبها في الافلام جريت فيها تكاد تكون متساويه يا جماعه، رغم برضو اختلاف الموضوع يمكن. لكن طيب انا يعني خالف المتوقع وخالف فارس، وهقول انه الكتكات يعني ان الحريف نقد يعني كان محتاج يعني ينفع انا اقول ان بعض مشاهد في الحريف لو اتصورت تاني كانت هتبقى افضل من كده. اه طبعا. لكن الكتكات فيلم مكتمل بصريا وفي صنعه، يعني في فيلم ميكنج، انك تركب تمثيل على قصه على صوره على مزيكا على كذا وتعمل فيلم مكتمل اكتر. فانا اسف يعني لفارس ابني، بس الكتكات. اوكي. الكتكات في النهائي. يا ده ما رضيتش اعدد معاك شويه واقول لك ان الكتكات برضو في شويه مشاهد كانت ممكن تتعمل احسن. بتاع الموتوسيكل الحاجات الحركيه زي الحريف. الارهاب والكباب ومراتي مدير عام. انت متضايق ان احنا هنطلع بنتائج متوقعه صح؟ لا مش متضايق، هو ده متوقع بس. هو الاحمر ده ايه معلش؟ الارهاب والكباب. طبعا مش هنتكلم يعني. خلاص نمشي على رايي. هو كويس ان مراتي مدير عام وصل لهذه النقطه. اه طبعا تكريم رائع. وترشيح يعني دايما بنقول من الحاجات الحلوه اللي بنطلع بيها من دور الستاشر هي ان احنا بنطلع بترشيحات للناس عشان يتفرجوا عليها، فاللي ما شافش مراتي مدير عام يبقى فايته كتير بكل تاكيد. فالارهاب والكباب خلاص ماشي. النهائي نعمل بقى زي النهائي مفاجئ بشكل يا جدع. يا خبر ابيض. انا بقول نعمل زي بتوع القفز بالزنه ولا برشا مزمع قالوا ياخدوا اثنين ميداليه ذهبيه. ندي الاثنين ميداليه ذهبيه ويقفوا يتنططوا؟ لا 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 وي دونت دو ذات يعني. في افلام التسعينات نفسه احنا سوا برضه وعرضت نفس العرض وانت رفضته برضه. بس الوضع اتغير دلوقتي. ايه اللي اتغير فيها؟ عشان صاحب السوين الموجود. صاحب السوين كان عنده استعداد يكسب الحريف على كتكات يعني. جاست سي اي فوت الارهاب والكباب. خلاص خليني المره دي مش صاحب ال اي فوت الكتكات. وهفكر وائل بانه اتكلم على ان سيناريو ارهاب والكباب في 20 دقيقه في الاول كان محتاج الفيلم يتخلص. طب انا برضو احب افكر وائل بانه شويه كان بيتكلم على اللايرز بتاعت الفيلم اللي فيها تعدديه مقابل التسطيح بتاع الموضوع اللي احنا فيه، تطور لغه الاخراج في الارهاب والكباب مقابل بعض المشاهد اللي كانت ممكن تبقى احسن بشكل واضح في الكتكات. هل الارهاب والكباب فيه عيوب؟ طبعا يا وائل فيه عيوب. انت وضحت العيب بتاعه باجمل شكل ممكن في الدنيا. يعني اوكي انا هروح للي بحس ان هو حبيته اكتر وفي اداء تمثيلي ما حصلش يعني. انت من ساعة ما قلت حبيته وانا قلقت. ما انا عارف انت. بروح للكيت كات. خلينا نصور. الكيت كات اخضر. الكيت كات اخضر 50-50 ده بيرفكت 50-50. واو. احنا كنا المفروض نعمل زي قفز بالزنا فعلا زي ما شوقي قال. هم اللي عمليه لمجرد ان احنا لازم نطلع بتفضيل كان لازم نقول الكيت كات بكل تاكيد. اوكي. الكشف عن الحاجات. مين كان متوقع الكيت كات يا جماعه؟ بجد بالامانه يعني. ايه ده شوقي؟ انت لعبت توستايه؟ كنت متوقع مين؟ ارض الخوف. واو. انا كل الناس قعدت تقول لي الارهاب والكباب والحريف. الارهاب والكباب طبعا يعني.
انت اللي كسبت ولا حاجه معانا النهارده. مهم قوي 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 اعرف الفيدباك بتاعكم بجد، انبسطتوا ولا ايه الاخبار؟ بجد والله. شكرا شكرا شكرا، ان شاء الله هنكرر. وانتوا انبسطتوا ولا ايه الاخبار؟ جدا جدا جدا. يعني انا يعني بس حابب اقول حاجه واحده، انا بسبب الحلقه دي اتفرجت تاني على حاجات كتير الايام اللي فاتت. احنا عندنا افلام عظيمه، صحيح، عظيمه في كل مراحل الصناعه دي، عندنا افلام فعلا. يعني انا كان الاحساس اللي مسيطر عليا طول الاربع ايام اللي فاتوا وانا بتفرج، انا عمال اشعر بس اللي هو يعني ايه الحلاوه دي طول الوقت. فاتفرجوا اتفرجوا اتبسطوا، يعني اتفرجوا على كل الافلام اللي كانت في الليست ال 150 اتفرجوا عليهم. وعايز اضيف كمان انه احنا، انا عارف ان عندنا افلام عظيمه، بس كمان ان يبقى في قطاع كبير من الشباب مهتمين انهم يجوا ويحضروا ويدفعوا تذكره عشان يتفرجوا على ناس بتتكلم عن افلام احداثها معمول من 15 سنه فاتوا، وفي منها اللي معمول من 80 سنه، ده كمان بيدي الواحد امل في انه انت لما بتتكلم ولا بتكتب ولا بتعمل حاجه مش بيروح. لان شعورنا عاده مع السوشيال ميديا ومع التيار الضخم جدا من التفاهه ان اللي انت بتقوله انك بتحرس البحر يعني، صحيح. بس لا يعني احيانا بتحس انه ممكن يكون رايك مؤثر عند الناس، فشكرا للشعور ده. الف شكر لك مستر شوقي، الف شكر لك مستر، نورتونا جميعا. ان شاء الله باذن الله نكرر التجربه ونتعلم. قولوا لي برده بقى في الكومنتات بتاعتنا وكل حاجه، استنى صوره مع الجمهور هنعمل. استني خليكم بس مهمه قوي بجد، تبعتوا لي ايه اللي ما عجبكوش، انتوا فاهمين الدنيا حبيبي. ميرسي. استنوا نتصور مع بعضينا صوره بقى. يا لهوي المناديل بالاستك في ال، هتعملها ازاي؟ فوق ولا تحت؟ نقف احسن فوق؟ امن على البضاعة يا نهار، خلي بالك مفيش غيرها دي. اهم حاجة دول ما ما خلي بالك. نقف نقف تحت ولا فوق ولا تحت؟ تحت؟ حاسس بس بعدين بتزحلق. بس اوقفوا بقى يا جدعان على معنى حبيب قلبي.